حابب بس قبل ما ابدا عن جاوب على سؤالين بساط جدا جوني على الواتساب. السؤال الاولاني بيقول يا باشمهندس احنا في الليفل الكام في الكورس، يعني احنا وصلنا دلوقتي لانهو ليفل. والسؤال الثاني بيقول هنخلص امتى يا باشمهندس. اول حاجه الباشمهندس اللي بيسال هنخلص امتى يا باشمهندس، يعني مش هعرف ارد عليه اقول له يعني ازاي. يعني انا بالنسبه لي، انا لو اي واحد اديني معلومه، لو هيفضل يديها لي طول العمر كلهم معلومه، انا هنكون مبسوط جدا. يعني مش معنى ما انا اقول له لا ما تقولش، ولكن اقول لحضرتك ان احنا خلصنا من المحاضره اللي فاتت كورس ككورس، يعني بريمافيرا، او معنى صح ما بحبش اقولها بريمافيرا، نقولها تخطيط. ان احنا خلصنا من المحاضره اللي فاتت، والمحاضره دي هتكون تأكيد عشان الصوت قطع هناخد زون تانية، وبعد كده المحاضرات الجاية هتكون الله يكرمك يا باشمهندس، مهندس أسامة الله يكرمك، المحاضرات الجاية يا باشمهندسين هتكون ازاي. يعني احنا النهاردة هنعيد عشان الصوت بدأ يقطع، فهناخد زون ثلاثة، هناخده زون ثلاثة، وممكن لو خدنا زون واحد أو زون أربعة، الباقي حضراتكم هتكملوه تمام. ولما تخلصوا إن شاء الله هنبدأ بقى نظهر، نعمله برزنتيشن إزاي تقدم البرنامج، إزاي تظهر البرنامج، وإزاي تسلمه للأونر أو المالك، وإزاي تعمل تشيك على الدي سي ام اي لو تتذكروا تمام. يبقى ازاي نعمل تشيك بقى بسرعه بقى بفلاتر كده، اعلمك ازاي تعمل فلاتر وازاي تعمل تشيك على الدي سي ام اي تمام. طيب وناخده، وممكن دي هتكون في محاضره، والمحاضره اللي بعد كده هتكون كيس ستادي للكيس الثانيه. المحاضره اللي بعد كده هتكون كيس ستادي لحاله اللي هي البرايس بير يونت، ان انا مثلا الحاله التراديشنال عموما، الحاله البسيطه اللي ما فيهاش مشاكل. حاكم الحاله اللي معانا دي كلها مشاكل على فكره، كذا واحد داخل معانا في المشروع والكلام ده كله تمام. دي كده انا جاوبت على الباشمهندس ان احنا هنخلص امتى. المهندس اللي بيقول احنا في الليفل الكام، اعتبر نفسك في اي ليفل يا باشمهندس، اعتبر نفسك في الليفل ال 20، ايه المشكله؟ انت استفدت ولا لا؟ انا ما بحبش طريقه التسويق بتاعت الكورسات المدفوعه، يبدا اول محاضرتين ثلاثه يعرفك الاي بي اس والاو بي اس والدبليو بي اس والكلام ده كله، يقول لك هوب انت خلصت الليفل الثاني، وبعد كده يعرفك اي شويه اوامر اللي انا ما اتكلمتش عنهم عموما، يعني يقول لك الفايل والايديت والفيو والبروجكت والانتربرايز والتولز والادمن والهيلب، وانت كده يا معلم او يا زعيم انت في انت كده في الليفل الثالث والرابع. هو بيحسسك انك عايش ليفلات. طب انا في النهايه الهي يا رب نكون في الليفل المية، انا استفدت ولا لا، انا استفدت تخطيط ولا لا. وزي ما قلت لحضراتكم ان المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي مش هتلاقوهم، زي ما قلت لكم ان محدش بيحب يتكلم فيه، ومش هنعيد الكلام تاني تمام. طيب نبدا على بركه الله. واخر نقطه برضو هنفصل زي 3 4 شهور كده، وهنبدا معاكم كورس كوست كنترول صح بمشيئه الله. هتدعوا لنا، يعني هتدعوا لي ان شاء الله، يعني سواء كنا حيين او ميتين فهتدعوا لنا على الكورس، على الكورس الجاي احنا هنبدا نجهز فيه ان شاء الله، ونجهز الماتيريال. ناخد لي مثلا 3 4 شهور لان ظروف الشغل وبتاع، عايزين نرتب بس الافكار. هناخدك من المحاسبه، هنخليك تدرس محاسبه معايا واحده واحده كده، محاسبه ماليه ومحاسبه اداريه، وايه هي زي ما قلت لحضراتكم الايرادات والمصروفات والاصول والقيود اليوميه والكلام ده كله، وبعد كده ناخدك ايه نبحر ان شاء الله في الكوست كنترول. كده انا جاوبت على معظم الاسئله ايه للناس اللي كانت سالوني. هنكمل احنا المره اللي فاتت قفلنا ايه؟ قفلنا زون 2 وظبطنا زون 2 وظبطناها بالفلاتر زي ما قلت لحضراتكم. هنبدا بس نربط لكم ايه، نربط لكم الافكار مع بعض كده، ان احنا وقفنا فين المره ايه المره اللي فاتت. نبدا بسم الله. احنا قلنا عملنا فلتر، نشوف الفلتر ده هل هو اللي كان موجود معانا ولا لا. ايوه الفلتر تمام، الفلتر ده كان موجود، والفلتر دي خاص بزون 2. تمام، هو الفلتر دي كان موجود، وكنا ظبطنا زون 2 مع بعض يا باشمهندسين، وطلع لنا الكريتيكال ايه الكريتيكال باث، وشيكنا مع بعض ان التوتال فلوت لما بتشتغل حضرتك صح. ربنا يكرمكم يا باشمهندسين، الباشمهندسين اللي بعتوا لي الله يكرمك. متى الكوست لسه يا باشمهندس؟ انا ما لاحظ ان انا طالب دكتوراه، يعني في البحث بتاعي شغال في الرساله بتاعتي، وفي نفس الوقت عندي شغل، انا يعني مدير اداره مشروعات مكتب بي ام او
تمام، وعندي اجتماعات وبسافر، ودي السبب ان انا ما اجلت، ما كنت مسافر لان كان ما اجلت امبارح، تمام. فعندي كذا حاجه، الفور دي والفايف دي يا باشمهندس، والله وصول برساله الماجستير المره اللي فاتت، المهندس اللي بيسال على الفور دي والفايف دي، لو جانا فيها وقت هشرحها لك يعني ان شاء الله. يعني دي انا فعلا يعني قعدت تقريبا 5 سنوات شغال على الفور دي والفايف دي، وكانت دي صلب الرساله، يعني الرساله بتاعتي في الماجستير. هنقدم لكم في الكورس ولكن برضو ما اعرفش امتى، انا حابب بس نقدم في الكورس دلوقتي، تمام. دي كل الاسئله. زي ما قلت لحضراتكم بقى، نبدا في الكورس بتاعنا يا باشمهندسين، ونوقف الرسائل ونبدا على بركه الله. ربطنا المره اللي فاتت زون 2 وخلصناها، وزي ما قلت لحضراتكم لما بتشتغل صح الفلوت بيتظبط اوتوماتيك مع نفسه. لاحظ ان الايه الفلوت كان مظبوط كله اوتوماتيك، ما اشتغلتش فيه اهوت، لو تلاحظ ما كانش فيه غير نشاط واحد، وقلت لكم هيتربط ازاي. اخر حاجه كانت معانا يا باشمهندسين في زون 2 عشان لما تشتغل اخر حاجه ما اتربطتش على فكره، لاحظ ان هي الايه الويرنج كورس اعمال طبقه الاسفلت في زون 2. فحضرتك بتيجي رابطها، تيجي دايس هنا كده وتيجي رابطها بالبروجكت فينش، دي اخر حاجه ان هي في زون 2 تتربط في ايه بنهايه المشروع، تمام. وبكده زون 2 ايه اتقفلت. هنبدا بقى مع بعض النهارده في زون 3. كل اللي هنعمله الفلتر الاولاني معانا موجود زي ما هو، تمام، اللي هو بيتكلم على الشبكات. الفلتر الثاني هنبدا نقول له ايه موديفاي، وخش لي ما تاخدليش زون 2، احنا عايزين نشتغل النهارده على زون 3. حضرتك في شغلك بتشتغل بنفس الطريقه، نقفل زون 2 لان احنا قفلناه، عايزين زون ايه زون 3، وقول له وقول له اوكي وابلاي. وبعد كده عايزين ايه، احنا عايزين مش احنا عايزين اول 3 شبكات يا باشمهندسين، هندلل دول طبعا، خلينا كده مع بعض، هنقول له ابلاي الاول عشان يجيب لنا ايه، يجيب لنا زون 3. كده جاب لنا زون 3 بكل ما تشمل. انا عايز الاي بي اس، تمام. لا مش عايزين، احنا افتح زون 3 كلها، عايزين الساور سيستم والبوتابل ووتر والاريجيشن. لازم نرجع مع بعض كده يا باشمهندسين، ان احنا هنبدا في زون 3 زي ما بدانا في زون 2. بدانا في زون 3 في زون 2 اول مره ظبطنا الصرف والميه والري دي، لو الصوت المحاضره اللي فاتت كان بيقطع فيعتبر دي مراجعه كامله على المحاضره اللي فاتت بالكامل. المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم على زون 2، المحاضره دي هنتكلم على زون 3 ولو خدنا اي زون ثاني معاه. احنا اشتغلنا المره اللي فاتت في الصرف والميه والري، وبعد كده دخلنا المقاول الاولاني اللي هو الجي 1، وبعد كده ظبطنا ايه الكهرباء والاتصالات والاناره والاسفلت، وبعد كده حضرتك نهايه ايه نهايه المشروع. واشتغلنا زي ما قلت لحضراتكم على زون 2 وزون 2 بالكامل بالفيزات بتاعتها. النهارده هنشتغل على زون 3، خلاها بالبلو كلر او بالاورنج، ممكن اليالو كلر وايت بقى، خلينا بالوايت كلر ده. شغلنا النهارده على زون 3، وانا خدت زون 2 وزون 3 يا باشمهندسين لان هم في قلب المشروع بالكامل، ودول ايه فيهم الشغل كله وفيهم المشاكل كلها. زون 1 صغيره وزون ايه وزون 4 صغيره، ولو قدرنا خلصنا زون 3 ممكن نخش في زون 4 او زون 1 النهارده، تمام. طيب تعالوا بقى ايه الشبكات اللي هناخدوها في المرحله الاولى. زي ما قلت لحضراتكم في المرحله الاولى هناخدوا 3 شبكات، وبعد كده المقاول الثاني يدخل، وبعد كده ناخدوا الايه 3 شبكات التانيين مع طبقه الاسفلت ايه النهائيه. هنبدا بقى مع بعض كده ايه نشوف زون 3 هتبدا امتى. حضرتك راجع معايا اكيد عند حضرتك الملف ده، ولو مش معاك هنبعته. زون 3 المقاول الاولاني هيسلم المقاول الثاني في 9/2، دوكت كانت 6/2 دي هيسلمه في 9/2، خد بالك. وبعد كده احنا المقاول الثاني هيسلمه في 19/7 او تمام، وهكذا ايه وبعد كده يستلم منه في 19/9 وزي ما عملنا المره اللي فاتت. يبقى اذا اول تاريخ معانا هنبدا اعمال الصرف تبدا بعد 9 ايه بعد 9/2. نروح على البرمافيرا عشان نربط الكلام ده. احنا عندنا شبكة الصرف والمية والري، تمام. هنبدأ نعمل فلتر ساور سيستم والباتابل وادر والاريجيشن سيستم، دول اللي في الاول هنبدأ نعمل فلتر عليهم عشان نجبر تركيزنا كله على ال3 شبكات دول. موديفاي انا عايز ده، وعايز البوتابل وادر او البادابل
ولاحظ انا باخد سلاش، بنحاول نركز على السلاش عشان لو في كلمه ثانيه فيها مثلا ايه بي دبليو ما تجيش معايا. سؤال واحد، ما اعرفش سامي بعت واحد ليه بيقول ايه يعني. اللي بعده، الشبكه اللي بعدها كانت الاي اس على ما اتذكر، الاي اس الاريجيشن سيستم موديفاي و كنترول سي كنترول في، ودي احنا مش عايزينها. تمام، انا هعمل بنقول له اظهر لي بس الثلاث شبكات دول اللي هم في المرحله الاولى او الفيرست ستيج، لان احنا عندنا ايه فيرست ستيج وسكند ستيج يا باشمهندسين، اهو دي المرحله الاولى، انا ظهرت الصرف والميه والراي. تمام، بعد كده حضراتكم هنبدا ايه نقول له ان شبكه الصرف، هنا كده ظهر معانا الصرف والميه والراي واحنا في زون 3 اهو. تمام، هنبدا بقى ايه اول خطوه نعملها، نقول له ان شبكه الصرف هنتغاضى يعني مجازا وليس الزاميا، طبعا انت مفروض تربط بالمخططات والكلام ده كله، ولكن احنا عرفناه من المره فاتت هنتغاضى عن ربط المخططات، هربطها لك بالحاجات المهمه بس. احنا عندنا اهوت هنربطها بايه بقى يا باشمهندسين، نكبر الشاشه عشان تكون كل واحد واضح معايا. احنا عندنا ايه انيبل جي 2 تو ستارت ورك ان زون 3/9/2020، يعني اذا جي 2 اللي هو المقاول الثاني اللي هو البرنامج شغال عليه، اللي احنا البرنامج دي الكيس ستادي شغال عليه، انه يبدا عمله في زون 2 يوم كام حضرتك؟ يوم 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 19/2. تمام، يبقى اذا تقول له كده ايه أداة أعمال الصرف وتقول له حضرتك اسكادول، هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللي اتحركت كده شوية صغيرين، اتحرك الصرف. تمام؟ طيب بعد كده يا باشمهندس ايه تاني هنبدأ نعمله؟ خلينا المية دي نشوفها دلوقتي بعدين، وخلينا ايه الصرف نبدأ نبص عليه بعدين. تمام؟ وقلت لحضرتك ان هنبدأ نشوف ايه كده بدأت ايه؟ بدأت تتحرك كله معايا. تحرك أداة فيز واحد اتحركت، لأنها بدأت بعد كام؟ بدأت بعد 9 بدأت 9 فبراير. تمام؟ هنبدأ بعد كده نبص بقى على إيه بقى يا باشمهندس؟ هنبدأ نشوف نعمل اسكادول، إحنا قلنا نعمله اسكادول ونبص إيه نشوفها هتروح معانا فين؟ كانت خلصت كام؟ 25 ديسمبر 21. يا ده رايحه بعيد قوي 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 يعني، ده احنا مش عايزين الكلام ده. طب انه حاجه رايحه؟ نبدا بقى نشوف مين اللي متحركه واصله معانا يوم 25 ديسمبر ده. احنا لاحظ ان 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 احنا اخرنا مفروض تكون تخلص يوم، هتتعبنا زون 3 شكلها، تخلص يوم 19 جولاي 21. تمام، طيب اذا هنعمل زي ما عملنا في زي ما عملنا عندي خلصانه فبراير ابريل اوغست ده كده في مدد طويله جدا، هنضطر نعمل ايه نرفع الريسورس. ليه بقى؟ لاحظ يا باشمهندس ده زون واحد لوحدها، زون واحد لوحدها، وشوف لاحظ ان اعمال احنا عندنا اعمال الجويننج والالاينمنت خلصانه يوم 12 جولاي معايا يا باشمهندس، يعني باديه 22 دي بادي من 9 فبراير خلصانه 12 جولاي، واحنا المفروض ما تعديش كام؟ ما تعديش حضرتك 19 جولاي. دي بقى من اصعب الحاجات اللي بتقابل ايه المهندسين التخطيط، ولذلك حضرتك بنقول لك معظم الناس اللي في الكورس بيتهربوا منها، ما حدش بيبدا. طيب اذا كان انا عندي اول 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 نشاط، اول مجموعه هنا هي معديه ايه؟ معديه الشرط. تمام، طيب حل دي ايه؟ هقول لحضرتك حلها ايه، دي اول نقطه. لاحظ، طب تعالوا نبصوا على الميه كده، نبصوا على المية دي خلصانة 5 جون ما فيش مشاكل، الرأي هيكون سهل يعني. تعالوا نشوفوا بقى نشوفوا فيز 2، فيز 2 خلصانة نوفمبر، ياه ده برضو معدية، ومعدية طبعا بسبب ان ايه؟ بسبب
بسبب انها مرتبطه بفيز، بسبب انها مرتبطه بفيز 1. تمام؟ نفس القصه طبعا هنلاقي الكل، طبعا هنلاقي كل الفيزات. طيب اول خطوه بقى في المرحله دي ايه؟ هنعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ هنبدا نفصل اعمال، نفصل اعمال الفيزات عن بعضها. تمام؟ نبص على شبكه الري كده الاول. احنا قلنا الري ما فيهوش اي مشاكل، دي خلصانه. طبعا احنا لسه ما ربطناهاش، يعني لازم نحركها الاول. طيب في الحاله دي بقى ايه؟ هنبدا شكلنا هنشتغل كل حاجه مستقله. اول حاجه ان البوتابل واتر اربطه برضو بالشرط اللي هو خاص ب انيبل جي 2 ان هو 9.2. تمام؟ وفي نفس الوقت برضو هات لي اعمال الري، نفس القصه شكلها كده ايه، هتبقى كل شبكه شغاله مستقله لوحدها لان المده مش هتسمح ان الشبكات تشتغل ورا بعضها. ودي طبعا زي ما قلت لحضراتكم بسبب ضغطه المشروع. انيبل جي 2 تو ستارت ورك اللي هو لا هنربطها باول واحده انيبل جي 2 9.2. تمام؟ ونبصوا كده نقولوا سكادول مع بعض. كده نقفله ده ونبصوا كده مع بعض كده الاريجيشن خلصان هنا مارس ما فيهوش مشكله. طبعا الصرف احنا عرفنا ان هو في مشكله كبيره جدا ولازم يتحل. البوتابل واتر شغال الفيس 2 19 جولاي، معدت التاريخ 19 جولاي. لا ده فيس 2 يعني خلصانه، يعني بالظبط يعني فيس 2 خلصانه في نفس الميعاد. دي نفس الميعاد اللي هتخش فيه زون، خش فيه المقاول الثاني. طبعا الراي ما فيهوش اي مشاكل. طبعا ما نشغلش بالنا بالصرف لان الصرف مشكلته كبيره جدا هنعيشه مع بعض فيها. طبعا الري هنا الميه الشرب هنا معديه. اذا ما فيش مشكله عندي في الري. المشكله عندي فين؟ المشكله عندي في ميه الشرب اللي البوتابل واتر، مشكله مش صعب مش جامده يعني، ولكن المشكله الجامده عندي ان المشكله الكبيره عندي اللي هي ايه، اللي هي حضرتك زون 3 صرف. اول حاجه حضرتك هتبدا بقى تشتغلها اعمال السيتنج اوت اند روت سيرفي. دي تبص عليها كده تقول له انا السيتنج اوت، خش على الريسورس السيتنج اوت اند روت سيرفي. انا كنت حاطط موبايل كرين وحاطط ان سكيلد ليبر، ويبقى اذا هم عندهم موبايل كرين وان سكيلد ليبر دول في 12 يوم. طيب انا هنخلي ال 12 يوم دي هنخليها 3 ايام. وتقول له ليه انا بقى حضرتك بدات ايه؟ او اول حاجه برضو عشان تبقى ماشي معايا ليه النشاط انت بتقلله. اول حاجه احنا حاطين، كنا حاطين اهوت هنرجع مع بعض، كنا حاطين 12 يوم، كنا حاطين 12، لا احنا هنخليهم 12 ما فيش مشكله، هنرجع مع بعض 12. 12 يوم. تمام؟ وممكن نقول له ايه؟ نقول له ابدا لي ستار تو ستار، يعني ابدا لي حرف مع اعمال السيفت. يعني في اول يوم نبقى هنغير العلاقه. اول حاجه هنغير العلاقه، طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا مسموح لنا بالستار تو ستار والعلاقه الاساسيه اللي عندنا اللي هي الفينش تو ستار. يبقى هنبدا حضرتك نقول له ايه، ومسموح لنا بلاج 5%. يعني انا ممكن اشتغل هنا لاج، يعني ممكن ناخد ايه، ناخد حاجه بسيطه كده ايه لاج. احنا لسه ما استعملناش، لو تفتكروا ما استعملناش لاج نهائي، بس ممكن مسموح لنا لاج. اللي مش ممنوع، اللي ممنوع خالص الليد او النيجاتيف لاج. ما ينفعش نستخدم ايه، ما ينفعش نستخدم نيجاتيف لاج. تمام؟ او حضرتك ممكن تقسم ايه الحفر كذا فيز، ولكن احنا هنقول اول حاجه العلاقه. يبقى اول حاجه هنبدا نشتغلها هنقول له حضرتك العلاقه الفينش تو ستار ده هي تخليها لي ستار تو ستار، وقول له سكادول. تمام؟ احنا عايزين، احنا دي ستار تو ستار، المفروض تبدا ستار تو ستار ونقول له سكادول. طيب ايه الدرايفنج عندها كده؟ خلصت 22 فبراير و اللي هنا
احنا مش عايزين، لا مش ده بقى الستار تو ستار يا باشمهندسين، الفينش تو ستار، احنا عايزين اللي قبل، احنا النشاط اللي بعده. تمام، هنقف على نشاط الحفر وهنقول له ايه؟ هنقول له ابدا لي ستار تو ستار مع السيتنج اوت والروت سيرفي عشان بس ايه تتحرك معانا. تمام؟ كده ايه؟ اول حاجه خفضنا 12 يوم. تمام؟ طيب هنبدا بقى ايه؟ نشتغل على الاعمال اللي فيها عماله، انا طبعا الحفر دي هنسيبه زي ما هو 42 يوم، هنبدا نركز على المدد دي. لاحظ ان في 38 والكلام ده كله، هنبدا ايه؟ نشتغل، اول حاجه كمان حضرتك هتفصل فيز واحد هتبقى مستقله. يعني انا بس يلا ان انا نجيب دي انا هدفي ان انا نجيب دي ل 19 جولاي. 19 جولاي هدفي ان انا اجيب من 28 ل 19 جولاي، ودي هتكون ايه؟ مجموعه لوحدها، وهنشوف بقى فيز 2 وفيز 3 اخبارهم ايه. تمام؟ اول حاجه بقى حضرتك هتيجي تقول لي على البيدنج الليفلنج. البيدنج الليفلنج يا باشمهندسين هي بتعتمد على عماله فقط. تمام؟ تعالوا نبصوا على العماله اللي فيها. ممكن كمان البوكات هو مجرد تنظيف للحاجات اللي بره، ولكن هي ايه هو البيدنج الليفلنج؟ هو تسويه ناتج الحفر. لو كان الحفر بيبدا لو في دفان ناتج حفر جنب ناتج الحفر جنب الحفريه من هنا ومن هنا ممكن ينظفها البوكات، ففي الغالب استعمال البوكات ما بيبقاش الزامي قوي في الحته دي. فالعامل الاساسي هنا او الدرايفنج ريسورس هنا ايه؟ هي الان سكيلد ليبر. تمام؟ حتى احنا تقريبا مصينين بوكات مرتين هنا، مره ما اعرفش ايه السبب، ممكن ايه حضرتك ممكن تشوفوها يعني البوكات مصين مرتين. طيب في الحاله دي احنا حاطين 8 في اليوم، 8 في اليوم. طيب وادانا 38، لا ده انا ممكن نخليهم 30 في اليوم. يعني هنبدا نخفض البيدنج الليفلنج دي، هخليها مثلا 15 يوم. تمام؟ ونشوف العماله طبعا، ونقول له طبعا العماله زادت بقت 20 في اليوم، مش مشكله عادي، بس طبعا الموضوع مضغوط عندي. تعال بقى نشوف برضو، لسه ما زالت اكتوبر، يعني احنا لسه محتاجين، يعني محتاجين كمان. خلي لنا دي 10 ايام. العماله وصلت كام؟ وصلت 30 في اليوم. ماشي، مش هنقدر بقى ايه بصراحه ايه نقلل دي عن كده. خش على بعد كده الجويننج والالاينمنت. بتحتاج موبايل ينزل، موبايل كرين ينزل المواسير، ومحتاجين سباك. طيب هنبدا نخفض مده. اول حاجه السيستم تيستنج طبعا دي اول مبدئيا كده خلاها يومين. تمام؟ دي شبكه، اختبار شبكه، دي خفضها يومين. نزلنا هنا ل 12، بقينا عايزين نخفض دي برضو شويه عشان يرجع. السبب يا باشمهندس انت لو ما عندكش مشكله بتبدا شغال بالمده اللي احنا شغالين، ولكن لاحظ حضرتك انا ما جيتش يم النشاط الرئيسي اللي هو الحفر. تمام؟ عمال اشتغلت على السيفتي، وممكن واشتغلت على الحاجات اللي هي ايه؟ الحاجات اللي بتعتمد على العمالة أكتر. بعد كده نخش على أعمال تنزيل وربط المواسير. احنا نبص كده، احنا عندنا الان سكيلد ليبر كان 8، ما فيش مشكلة، عندي سكيلد ليبر وبلامبر وموبايل كرين، لا نخفضها نخليها 20، ونفكر كده ناخد منين تاني. ناخد كده، خدنا 18 يوم، ونقول له سكادول. لسه برضه لسه ما زال يعني معانا. طيب رفعت بقت كام؟ 4 موبايل كريم في اليوم وبلمبر و15 عامل، لا نرفع احنا شويه ما فيش مشكله، ممكن نخليهم 3 موبايل كريم عادي ما فيش اي مشاكل، والعمال دي ترفع شويه. طيب نخلي دي 15 يوم. 15 يوم حضرتك. حضراتكم انا اشتغل معاكم زون 3 وربنا يعيننا ونخلصها، بتبدا بقى في زون 4 وزون 1 نفس القصه. عايزين واحد مهندس بريمو كده، واكيد كلكم يعني احسن مني، يكون خلصها المحاضره الجايه ويكون ظبط لنا الحاجات دي عشان نبدا ايه نخش على السكيرف والكلام ده كله. طيب احنا دلوقتي جالنا 16 اوجست، عايزين شهر كده تقريبا، راجع كده احنا عايزين كام؟ من 19 ل 16 يعني تقريبا عايزين 28 يوم. هنبدا
ايوه دي معتمده على العمال، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي السبلاي والانسوليشن اوف مانهول والهاكر. احنا ممكن نخفضها شويه، وممكن برضو وممكن نخلي ممكن حضرتك نخلي ايه؟ نخلي السبلاي والانسوليشن هنخليها برضو 15 يوم، ونخليها تبدا ستار تو ستار مع الجوين الاينمنت والتنزيل المواسير. بص يا باشمهندسين، ليه انا ما بكترش من الستار تو ستار زي حضرتك؟ طب ما انا ممكن فعلا نعملها كده، بس انا لو عملت كده يبقى انا ايه؟ استهلكت كل السماحيه مع مدير المشروع. انا بسيب الحاجات دي بصراحه لمدير المشروع، لان هو في الغالب مش هيستنى لما يخلص المواسير 100% ويبدا يشتغل في المناهيل. لا، هو ما بيشتغلش كده طبعا، هو بيشتغل ايه؟ بالتوازي مع بعض. طب ليه انا حضرتك بنحطه فين الستار؟ بنحطه فين الستار؟ عشان ندي سماحيه لمدير المشروع شويه ايه، انه يضغط مع نفسه، مش ما ادهوش برنامج مضغوط فهو هيضغط على مضغوط فهيطلع عينه بصراحه يعني. تمام، فاحنا ممكن بس نضطر هنا نخفض دي ال 15. تمام، وهنغير ونشوفها كده باقي كام يوم ممكن نتصرف فيهم من غير ما نحوله ستار تو ستار. 4 اوجست، لا لسه عايزين هنحول العلاقه دي نقول له اللي قبل منك اشتغل لي ستار تو ستار معاه. تمام، وممكن حضرتك بقى نظهر ايه؟ نظهر اللاج هنا، ودي اول لاج نستعمله، وحضرتك بتستعمل على حذر، انت مضطر تستعمله لان انت عندك تاريخ ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش تعديه. نظهر اللاج زي ما حضرتك وانا بظهره بالطريقه دي كده. تمام، وقول له لاج ايه؟ ممكن لاج يعني يشتغل اول يوم وبعد كده هم ينزلوا. طبعا لازم يكونوا قطعوا مسافه فيها مناهيل ومسافه فيها كروس يعني، فممكن تقول له لاج مثلا يومين يكونوا قطعوا مسافه فيها كروس عشان يبدا يشتغل في الايه؟ في المناهيل بتاعته. وقول له سكادول وهنشوفه احنا رحنا فين. ايوه ظبطت، يعني ظبطت مع نفسها ل 17 جولاي كده زي الفل. كده ظبطت زي الفل، بس انا يعني راضي على العلاقه دي. ايوه راضي من غصب عني، يعني انت كبلانر يعني موافق من غصب، مضغوط يعني. ليه انت عملت كده؟ اول حاجه انت استعملت لاج. تمام، واعرف ان انت مستعمل لاج مضطر. ايه السبب؟ حضرتك مضطر ان انا مستعمل لاج، وبدات العلاقات ستار تو ستار يعني ضغطت مدير المشروع. تمام، بس في عمليه الحفر انا ما ضغطتش مدير المشروع ولا ضغطت ايه؟ ولا ضغطت المعدات. ده هي اصلا المعدات مضغوطه. لاحظوا يا باشمهندسين ان عندي 18 معده في اليوم، يعني لاحظ في الانشطه في زون 2 كان تقريبا ايه؟ كان تقريبا 10 معدات المتوسط، هنا 18، يعني هو المشروع اصلا ايه؟ المنطقه دي منطقه مضغوطه. طيب بعد كده حضرتك وصلت ل 17 ايه؟ وصلت ل 17 جولاي. نفس الكلام دي انا بعمله في كل حاجه، يعني انت كده لو فهمت السيكونس دول انت فهمت كل الشبكات. طيب في الحاله دي انا ايه؟ مش هقول له بقى هنيجي هنا ونقول له شكرا افصل لي دي. تمام؟ السبلاي والانسوليشن افصل لي، يبقى اذا انا عمليه السور سيستم هنا منتهيه 17 جولاي. هيكون اللي بعد منها ايه يا باشمهندسين؟ هيكون اللي بعد منها تمكين المقاول الاولاني انه يبدا شغل. تمام، حضرتك اهوت اهو انيبل جي 1 تو كومبليت اتس ورك ان زون 3 19 ايه؟ 19 جولاي. تمام، يبقى اذا اللي بعديه دي اللي بعد النشاط اللي بعده هيكون تمكين المقاول الثاني. تمام، وخلاص كده ما عادش يلزمنا ايه؟ زون. اذا فصلنا شبكه الصرف عن الشبكات على عكس ما كنا رابطين قبل كده. تمام، هتيجي بعد كده بقى ايه؟ هنيجي لاحظ خد بالك لازم تراجع دي تفصلها بالكامل. انا فصلت اخر واحده بس لازم احنا عندنا علاقات مرتبطه كامله. ايه هي بقى؟ اعمال السيرفي واعمال الحفر. هنفصل كله عن ايه؟ عن زون 2. هنفصل اي اعمال مرتبطه ايه؟ مرتبطه بفيز 1، يعني هنخلي فيز 1 كانها ايه؟ زون لوحدها مستقله، فيز 2 هتبدا من بعدها. طيب هنيجي بعد كده نقول له اي سيتنج اوت فين هنا؟ دي هتتشال. تمام، والحفر شيل الحفر اللي بعده ترانش اكسكافيشن بتاع فيز 2 افصلها، ما خلاها مستقله بقى خلاص، هتبدا كانها من بدايه وجديد خالص. والبيدنج برضو هيتفصل، والجوين الاينمنت والسبلاي انسوليشن بتاع المانهول برضو نفس القصه هنحذفه،
والتيست ما فيش مشكلة، التيست يعني حتى لو خليته مش هتفرق، ولكن افصله ما فيهوش افصلها تماما يعني. بعد كده انستول ويرنج تاب اند باك فيلينج، برضو الباك فيلينج. واخر واحدة احنا حذفناها تمام، وقول له ايه، وقول له كده اسكادول. بعد كده حضرتك هنبدا نخش على الميه. الميه نفس القصه بالسلامه، ده هي جايبه 13 جولاي لوحدها يعني من غير اي حاجه. خلينا بقى ان ايه نشتغل على الصرف الاول وبعد كده نرجع للميه. نخش على الصرف هنا، الصرف هنا تعال نحركه نفس القصه، نشوفه هيبدا نفس زي ما قلنا، هيبدا يشتغل من 19 من 9 2 9 2. لو لو في غلط يا باشمهندس، اشتغلت غلط وواحد مركز معايا يرجعني الله يكرمك، انا واخد بالي من الرسائل اهو. هيبدا زي كده 9 2 ونقول له اسكادول. اذا هنا يا باشمهندسين احنا ممكن كمان نظبط الصرف الاول، تعالوا نظبطوا الصرف الاول يا باشمهندسين. في شغلك على فكره بتعمل زي ما انا بعمل كده، تعالوا نشيلوا ايه، شيلوا الميه، خلي تركيزنا كله ايه، لان هي الشبكه صعبه شويه، خلي تركيزنا كله على الصرف تمام. نظبط الصرف الاول وبعد كده نبص على الايه، الميه والري. احنا ظبطنا دي جابت 19 جولاي كده 14 اوغست. لاحظ بقى ايه ده، كده احنا زون 3 دي صعبه جدا. يعني ليه بقى، ليه يا باشمهندسين صعبه؟ لان هي في قلب المشروع. خلي بالك انت لو تشوف الموقع العام بتاع المشروع، الاطراف بتاع المدينه دي كلها مناطق خضراء وحاجات من دي، فما فيهاش شبكه صرف كتير ورديتين. يخسر ما هي مضغوطه بقى. احنا كده اصبحت فيز 3 يعني. بص يا باشمهندسين، فيز 1 هتشتغل في نفس الوقت هنشتغل في فيز 2. ولاحظوا ايوه ده هي كبيره ليه بقى يا باشمهندسين، انا لسه واخد بالي ان هي كبيره ليه. لاحظ ان فيز 3 هي رغم ان هي في قلب المشروع، في نص المشروع زي يعني زون 3 في قلب المشروع، وفي نفس الوقت متقسمه لثلاثه فيزز، خد بالك. فعشان كده هي كبيره تمام يا باشمهندسين، يا ريت نركز مع بعض. ليه هي مضغوطه؟ اول حاجه طبعا المشروع مضغوط بصراحه، المشروع زي دي كان المفروض يبقى مدته سنتين وي كمان، ولكن طبعا للظروف مش بايدنا، هو اتضغط بقى سنه. وكويس ان هو سنه عشان تتعلم الحاجات دي، يعني المشاكل دي لما تواجهك تعرف تحلها. ليه زون 3 اصبح، ليه زون 3 كبيره ومضغوطه؟ لان هي اول حاجه ان هي في قلب المخطط العام اللي هو الموقع العام بتاع المشروع، وفي نفس الوقت هي متقسمه لثلاثه ايه؟ لثلاثه فيزس مش اربعه، والسبب انها كبيره عشان كده. تمام؟ نخش بعد كده نشوف احنا عندنا فيز 2 خلصانه 14 اوغست، فمش هتمشي معانا. يعني العلاقات اللي احنا حطيناها لا مش هتمشي كده معانا. في الحاله دي هنبدا ايه؟ اول خطوه زي ما قلت لحضراتكم حن 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 في الحاله دي انا هنخفض بس السيفتي، اعمال السيفتي هيبدا ستارت تو ستار، الحفره هيبدا مع السيفتي في نفس اليوم. وممكن تخلي السيستم بقى تيستنج، ما ينفعش ايه السيستم تيستنج خليه يوم واحد تمام. وكده احنا خدنا شويه ايام كده كويسين اهوت، نشوف احنا فاضل لنا قد ايه. 28 جولاي يعني تقريبا بنتكلم في 10 ايه، في 10 ايام. في 10 ايام حضرتك هنبدا زي ما قلنا البيدنج الليفلنج، نخفض مدتها، نخليها نخلي دي 15، ونخلي برضو نفس القصه النشاط اللي بعدها تنزيل وربط المواسير 15. كده خدنا ال 10 ايام، جابت معانا 8 جولاي. احنا خفضنا كتير قوي 8 جولاي، لا احنا مش عايزين ال 8 جولاي، احنا عايزين دي 21 جون ودي باديه 22 جون، واخده 15 يوم، خلصانه 8 جولاي. طيب خلي لنا دي احنا عايزينها 17 او 16 جولاي، انا عايزها كام؟ عايزينها كام على ما اتذكر؟ 19، يعني عايزينها تخلص 18 ايه؟ 18 جولاي. عايزينها 18 جولاي، محتاجين 10 ايام، خلي لنا دي 19 دي مثلا زودها 4 ايام خلاها مثلا 18، وقول له اسكادول وهنشوف احنا هنروح فين. 17 جولاي ايه؟ 17 جولاي مفيش مشاكل.
احنا المفروض دي تخلص 18 يا شباب، يعني دي المفروض تخلص 18، يعني دي 19 جولاي، المفروض تخلص، احنا عايزين يوم هنا. طيب خفض، خلينا دي 11 يوم. عايزين ايه؟ عايزينها 18 جولاي. ليه؟ لانه هيبدا 19، 18 جولاي، ودي برضو عايزينها 18 جولاي، خلينا دي 19، رجع لنا دي ايه؟ احنا هنا في الشبكه دي ما خفضناش كتير، خفضنا دي بس فقط ايه؟ دي بدل كانت 22 الاول خليناها 19، وخفضت الانشطه اللي بتعتمد على عماله فقط، يبقى اذا دي ايه؟ هتبدا هتبدا 19 تبدا 18 جولاي. ممكن بقى حضرتك لو عايز تلعب بعلاقات ولكن ما بحبهاش، ممكن بقى ايه كل الانشطه تقول له ايه دي ستار تو ستار، كل اللي قبل منه تغير العلاقات دي، ولكن انا ما بحبش كده بصراحه، نزود من العلاقات لستار تو ستار، هنفصلها تماما عن الايه؟ عن اللي قبلها. احنا عندنا هنا السيتنج اوت، افصل للسيتنج اوت نفس القصه، البيدنج الليفلنج والسبلاي انسوليشن والبيدنج الليفلنج، احنا عندنا البيدنج الليفلنج دي اللي بعدها والسبلاي انسوليشن، افصل لي السبلاي انسوليشن بتاع البايب والمنهول، افصلها، والسيستم تيستنج اللي هي خاصه، السيستم تيستنج اللي هي فيز 3، وبرضو نفس القصة الأعمال الخاصة بالويرن تاب والباك فيلينج، فين الويرن تاب والباك فيلينج اللي خاصة بفيز 3 بفيز 3 وبعد كده آخر حاجة دي هتتشال برضو وهتتربط في النهاية. في سؤال جه، يعطيك العافية يا أختي، تسجيل الحضور إذا أمكن. مش تمام السؤال اللي جاني بعد كده إيه اللي بعد دي إيه؟ تمكين المقاول الاولاني انه يبدا العمل بتاعه 19 ايه 19 7 تمام. بعد كده برضو نفس القصه، هنربط ده يا باشمهندسين اعمال المساحه، اعمال المساحه والسيفتي هتبدا يوم 9/2 ونقول له سكادول ونشوف هينتهي امتى. طبعا ايه دي خلصانه، لاحظوا ان دي خلصانه برضو في اكتوبر، يعني في علاقه هنا، لا عايزين نحذف ايه؟ نحذف علاقه الحفر ترانش اكسكافيشن، عايزين افصل للحفر عن الحفر، خليه مستقل، ايه كل مجموعه مستقله عن الثاني تمام. هنا خلصانه 19 اوغست، خلصانه 19، لاحظ ان دي ايه 17 جولاي ودي 18 جولاي، هنخلي دي الثور، دي خلصانه كام؟ دي 18 جولاي، دي 17 ابريل. ليه ايه اللي فصل دي؟ طيب دي اللي فصل دي لسه ما خلصناهاش. احنا فصلنا النشاط اللي قبلها، في حاجه حصلت هنا في 19/2 تمام، كله سكادول. طيب في حاجه، في علاقه هنا، ايه احنا حذفنا علاقه من غير ما ناخد ايه ما ناخد بالنا. ايوه كده اتظبطت اهي، لاحظوا بالكم يا باشمهندسين ايه ان احنا نركز، واحنا انا حذفت حاجه خطا انا تمام. يبقى اذا ده بادئ يوم 9 فبراير زي الفل، ودي بادئ برضو معاه في نفس اليوم. اذا احنا الشبكات دي كلها هتشتغل، على الاسف هتشتغل على، هنشغل الثلاث مراحل في نظام. ايوه الله يرضى عليك، ايوه يا باشمهندس، احنا كده شغالين مع بعض. ثلاث مراحل. ليه؟ ليه انا اجبرت؟ شفت بقى انت التخطيط هو اللي بيجبرك ازاي؟ انت دلوقتي من مشغل الثلاث مراحل كانهم ستارت تو ستارت مع بعض، ايه السبب؟ لان انت مرتبط بقيود، مرتبط بعقد، العقد بيقول لك ايه 19 حضرتك 19/7، 19/7 تكون طالع، تكون مخلص الصرف بالكامل والميه والري، فالميه والري ما فيهمش مشاكل هنشوفوهم دلوقتي. تمام؟ لسه عندنا بقى نظبط ايه؟ عايزين نظبط مع بعض ايه؟ نظبط فيز 3، وزي ما قلت لحضراتكم تاني، زي ما قلت لحضراتكم ان 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 فيز 3 هي في قلب المخطط، في قلب المدينه نفسها من جوه، فالصرف كتير فيها، في شبكه الصرف فيها كتير،
وفي نفس الوقت هي متقسمه ثلاثه، ايه ثلاثه فيزز فيها كبيره، بغض النظر ان هي من الاخر ان هي ايه، ان هي شغل كتير فيه. بس دي بيزيد، ما هو بزود المعدات يا باشمهندس، ما هو بزود المعدات، ما هو مش بايد انت داخل مشروع حضرتك. بص يا باشمهندسين حضراتكم، انتوا داخلين مشروع بحجم على ما اتذكر انا ناسي القيمه، المهم بحوالي، لازم ناكد، ما امكانتش هي الشركه داخله وعارفه مشروع زي كده. بس انا عايز افهمك حاجتين يا باشمهندس، عايز افهمك ان التخطيط بقول لك تمشي ازاي، دي نقطه. النقطة الثانية ان مشروع زي دي ب 700 مليون، 700 وكسور، 733 مليون، يعني داخل على مليار، 733 مليار مليون ريال انفراستراكشر. لاحظ، خد بالك، انفراستراكشر دي كلها يعني بلغة المقاولين يقول لك شوية مصاصات بنلزقهم في بعض، يعني شوية مواسير بنلزقهم في بعض. فتخيل شوية مواسير عاملين 733 مليون، لك أن تتخيل حجم المشروع قد إيه، حفر، فالحجم كبير جدا. تمام، ما مشروع زي كده ممكن، عايز أقول لك أنا لو حديه مثلا ممكن سنتين ونص ثلاثة، طب هو مضغوط لسنة واحدة، وكان من ضمن شروط التعاقد حضراتكم هتاخدوا المشروع، بس المشروع مدته سنة، هتقدروا عليه؟ قال لك آه نقدر عليه. تمام، فأنت داخل وعارف، أنا بس عايز أحسسك ان التخطيط، الطريقه اللي بنمشي عليها كده ورا بعض ورا بعض، ونقعد نقلل في المدد، ما بنبقوش حاسين بحجم الاعمال. انت لاحظ حضرتك، انت لسه بتخطط اهوت، عمال تقول لهم يا جماعه لازم ناكل، عمال تقول لهم يا جماعه انت كاداره تخطيط مثلا، يا جماعه خدوا بالكم في زون ثلاثه محتاجين على الاقل 60 حفار. هيقول لك ازاي؟ هيقول لك ليه 60 حفار يا باشمهندس؟ هتقول له 20، كل 20 على الاقل اهو، تلاحظ هنا مثلا 12، احنا بنتكلم هنا 12 في اليوم، ومعانا 40، وهنا كانت كام؟ وهنا 10 في اليوم. تمام؟ واول واحده كانت كام في اليوم؟ 18. يعني لما نتكلم على 18 و12 يبقى كده كام؟ يبقى كده 30. 30 و10 يعني 40 حفار باليوم. معايا يا باشمهندس؟ انت معاك اول واحده اهوت مع بعض اهوت، الحفر الاولاني عايز 12، والثاني عايز محتاج 10 في اليوم، والثالث محتاج 12 في اليوم، فانت محتاج 40 حفار في نفس اليوم. دي اللي انا عايزك تحسه، يعني بس انا مش عايزك تحس غير دي. لو ما طلعتش من الكورس غير انك فاهم تحس الارقام دي، انا كل هدفي انك تحس بالتخطيط، كفايه عليا كده فقط. فاذا انت كدورك تخطيط تقول لهم خلي بالكم، خدوا بالكم يا باشمهندس، خدوا بالكم يا باشمهندس او لصاحب القرار، انت ديسيجن ميكنج، انت بتصنع القرار. ديسيجن تيكنج اللي هم اللي بياخدوا القرار، تنبههم تقول لهم هنا بقى على ما اتذكر ان هنا انت محتاج هنا 10، وهنا 10 هتشتغل هنا، وبعد كده لو في زون 2 اللي هي الحلقه اللي فاتت كانت زون 2، فيز 1 وفيز 2 هيشتغلوا مع بعض، وفيز 3 وفيز 4 هيشتغلوا مع بعض، وهنا 10 معدات، وهنا 10 هنا هيخلصوا، هنا يخلصوا 1 ينزلوا 2، وبعد كده اللي في 3 هيخلصوا 3 ينزلوا 4. يبقى اذا انت هنا محتاج كام؟ محتاج 20. طب هنا حضرتك محتاج 40. تمام، انت هنا محتاج 20، 10 هنا، 10 في 1 و2، و10 في 3 وايه، في 3 و4. اما هنا انت محتاج كام؟ محتاج 40. اذا الاجمالي انت كده محتاج كام؟ محتاج 60. 60 تقريبا. انا عايز اقول لك المعدات في الموقع اول ما بدات، يا دلوقتي بدات تقل، لان المشروع تقريبا عدى التوب بوينت بتاعته. تمام، الصوت بيقطع مهندس احمد، الصوت بيقطع؟ الصوت تمام يا باشمهندس، اللي عنده مشكله في الصوت يدوس 2 بس يا باشمهندسين، بسرعه 2 بس، اللي عنده مشكله هو اللي يدوس 2. المهندس سيد تقريبا ما فيش غير حضرتك اللي بتقول الصوت بقطع، حاول تعمل ريفرش بقى يا باشمهندس او تخرج وتطلع تاني، ما حدش داس 2 يعني. فانا عايز حضرتك تحس بالارقام. تمام، مين اللي كاتب دي؟ هو ايه، اكيد كان بيكتب الصوت كويس. فكده يا باشمهندس احنا ايه، زي ما قلت لحضرتك ايه، نبقى حاسين بالارقام اللي احنا بنقولها وبارقام المعدات، لان على فكره دي معدات ومصاريف معدات، ولو هتخش بقى بالكوست كنترول هتضطر تقلب المعدات دي لفلوس والكلام ده كله. نرجع لمرجوعنا ان احنا عايزين نرجع
حضرتك عايز نرجع ال 19 اوجست دي ل 18 جولاي، تمام؟ زي ما قلنا لحضرتك زي المره، السيفتي هيبدا مع الحفر ستار تو ستار، والسيفتي يعني خلاها يوم واحد، السيستم تيستنج خلاها يوم واحد. احنا كده خفضنا تقريبا 8 و حوالي 15 يوم. 2 اوجست، 2 اوجست نيجي برضو على الحاجات اللي معتمده على عماله فقط، نخلي دي احنا كده محتاجين من 2 اوجست ل 19 محتاجين حوالي 13 يوم، نقوله ده نخلي دي 19، مفيش مشكله، ودي 19 ونشوفه هيودينا فين. سكادول 18 ظبطت معانا، ايه 18 جولاي، تمام. وقبل ما تتحرك حضرتك ايه، لاحظ ان هي هتبدا ايه، هتقول له انيبل جي 1 انه يبدا عمله يوم 19، ايه تمكين جي 1، تمكين جي 1 في زون 3 انه يبدا عمله يوم 19 19 7، تمام حضرتك كده هنا ايه، خلصنا الصرف. هتبدا بعد كده نبدا ناخده نفك الفلتر ده، تقول له ابلاي، نبدا ناخد بعد كده البوتابل وادر ونشوفه كده، نبص عليه هيتظبط برضو نفس القصه. كنترول سي موديفاي، بدل هي ساور سيستم خلاها لي بوتابل وادر، وعلم لي عليها وقول له ابلاي اوكي. اول شبكه حضرتك خلصانه يوم 13 جولاي. في الحاله دي برضه هتتفصل، بس مش هتكون على الكريتيكال باث، ممكن هيكون عليها فلوت شويه. وفي نفس الوقت دي خلصانه 19 جولاي، دي زي الفل خلصانه كده، ايه 19 جولاي معاها. احنا ممكن كمان نعمل ايه، هنحرك في البوتابل واتر، ممكن ايه هنقلل في 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 فيز واحد فقط، وهتظبط كله مع بعض ان شاء الله. بس نبص على دي كده 29 اوجست، دي اللي هيكون فيها شغل كتير بصراحة. طيب هنربطهم مع بعض زي ما احنا كده ونشوف. خلي لي برضو الصرف اعمال في اعمال المية، السيفتي هيبدأ ستار تو ستار مع اعمال الحفر، وقول له سكادول، وخلي لي هنا برضو نفس القصة، خلي لي دي يوم. وخد بالك يا باشمهندس، بص بقى يا باشمهندس، بقى دي تركه ايه، فنيه عمل يعني، لما يكونوا علاقات مرتبطه ببعضها كده، تمام، وتكون المدد، يا ريت نركز بقى مع بعض بقى، لاحظوا ان انا هنزل من 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 زون من من فيز واحد فقط اكتر حاجه، تمام، وهنرجع ننزل من اخر واحده، مش هنيجي للنص دي، مش هنلمسها خالص لسببين. السبب الاولاني ان مين اللي بزق، مين الدرايفنج المجموعه الاولى. والسبب الثاني انا عيني لقطت كده عند، خد بالك من فيز 2 اللي هي في النص، في نقط كده هي ايه، افقي، بمعنى انك انت ما دام افقي يعني عليها فلوت كتير، فما تجيش يمها، مهما تعمل مش هتجيب معاك، فاوتوماتيك ما تتعبش نفسك وتشتغل على الحاجات الايه اللي هي تعتبر كريتيكال، يعني بمعنى صح لما هيتحول المسار لكريتيكال دي اللي هتبقى كريتيكال معايا، تمام. فهنبدا نشتغل على اللي ايه، المجموعه الاولى. طب عرفت ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ لان اول واحده هي الدرايفنج، واخر واحده هي اللي هنخفض منها، دي نقطه. والنقطه الثانيه ان فيز 2 عليها فلوت كتير، يعني عليها ايه، عليها فلوت هي نقطه. هتلاحظ ان هنا مثلا تقول لي طب ما فيش باشمهندس انت شغال بالارقام، طب ما دي 135 يوم، هقول لك عشان هي لسه يا باشمهندس مفتوحه، لما هتتربط هتتحول لايه، هتتحول لكريتيكال، تمام. طيب هنبدا برضو نخفض من كده، جابت معايا جابت، احنا كده خفضنا، خلينا دي ستار تو ستار، وعايزين برضو نخفض دول، نخليهم ايه، ممكن نخلي دي 20 ونخلي ال 24 دي برضو 20، وعيني على اخر واحده طبعا لان شبكه الايه اهوت. دي جابت 17 جون يعني 17/6، تعالى بقى ايه 21 اوجست، لسه ما زالت ايه، ما زالت محتاجه. طيب نبدا نبص بصه كده ايه اللي انا ممكن اخفضه،
حل ماشي. اول حاجه ان هي بصراحه واخده مده كتير البيدنج الليفلنج، شوف العمال بتاعتها كده كام، الان سكيلد ليبر 7 في اليوم، لا انا عايز ايه، عايز نخليهم 7 في اليوم، ده ممكن نخليهم 14 في اليوم، خلي دي 10 تمام، اتحولت ل 14 اوتوماتيك اهوت، وممكن نخليهم 20 كمان في اليوم. ليه برضو انا خفضت هنا بسرعه؟ لان العماله كانت 7 فخلاها 14. تعالى برضو نفس القصه اللي هي العمال اللي هتركب المحابس والفالف روم والكلام ده كله، كانت 7 خليها لي برضو ايه 14 عامل في اليوم تمام، وقول له حضرتك اسكادول وشوف هيروح معايا فين 21 اوجست. ايوه في بقى كده ايه، انا عمال اخفض وفي نفس الوقت ايه بدات ما عادش بتجيب معايا، ثبتت ال 21 اوجست. لاحظ المره اللي فاتت لو خلينا دي لو رجعنا دي يا باشمهندس نفس القصه الاول 20 زي ما كانت 20 ونروح على اخر واحده حلقاها ايه؟ حلقاها قبل ما نعمل سكادول هنا 21 اوجست، تعالى نعمل سكادول كده ما جابتش معانا لانها مش درايفنج 21 اوجست زي ما هي. حضرتك بقى بتيجي ثابت، دي النقطه اللي بنقول لك ما حدش بيحب يتكلم فيها لان ممكن يشتغل شغل كتير وفي النهايه ما تجيبش نتيجه معاه. طيب هنبدا ايه؟ نبدا نشتغل على اخر واحده، السيستم خلاها لي يوم، هتجيب طبعا هتجيب السبع ايام بلا شك، يعني جابت السبع ايام اهي من 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 21 جابت 12 يوم. وفي نفس الوقت اللي ممكن يجيب معانا اخر نشاطين بصراحه، اللي هيجيب معانا بسرعه اخر نشاطين دي ممكن تاثر مش هتجيب. طيب في الحاله دي ممكن نقلل من واحد واثنين مع بعض عشان تجيب بقى، لازم نقلل من واحد وثلاثه مع بعض، يعني من فيز من فيز واحد وفي نفس الوقت نقلل من فيز ثلاثه. تعالوا نخلوا دي برضو 20، احنا كده عايزين كام يوم يا باشمهندس؟ احنا عايزين تقريبا 12 يوم في شهر 8، عايزين زي حوالي 23 يوم، عايزين زي حوالي 23 يوم. 3 اوغست نزلت هنا ايه، 3 اوغست دي فيها فلوت. سامحوني لو طولت لان انا بفكر يا باشمهندس وحضرتك برضو بتفكر برضو معايا. ايوه ماشي، ما هو يا باشمهندس ستار تو ستار ما لا انا مش عايز، بص بقى مش عايزك تستسهل، انا عايزك برضو تفكر لان انا بص ليه انا المره اللي فاتت عملت الصرف ستار تو ستار كله وهنا انا متعمد وهنجيبوها ان شاء الله مش هنخليها ستار تو ستار، عشان بس ما نزودش معدات اكتر من اللازم. وانت معكش يعني، انت في الحاله دي انت يعني هم 12 يوم او 13 يوم ممكن تضغطهم عمال، يعني حاول بقدر الامكان الشبكات ورا بعضها برضو تمام. هنخلي دي مثلا خلي دي 18 18 او 18 ونرجع برضو نخلي لي في طبعا بالجلوبال تشينج، انا بس انا مش عايز نجيبه. ممكن بقى بص حضرتك بالجلوبال تشينج تقول له خفض لي دول كلك يوم واحد يوم واحد يوم واحد يوم واحد، بس انا طبعا هقصر لك على الحفر وانا مش عايز نيجي من الحفر تمام. تقول له هنا تقول له هنا 18 يوم 18 يوم. وتعالوا بقى نوريكم برضو تريكه ثانيه كده بالجلوبال تشينج لو عايز تشتغلها، بس طبعا ايه ما تحاولش ايه 29 جولاي 29 جولاي حضرتك. تعالوا نشوفوا بقى الردم هنا هياخد كم معده ممكن ايه، لان الردم هو اللي اثر معانا والوصلات المنزليه بصراحه يعني ايه هم اللي ايه هيجيبوا معانا بسرعه يعني. فين الريسورس هنا؟ عايزين نشوفه في الرادم هنا كم احنا مشغلين مشغلين هنا الميني رور كومباكتور 2 تمام، ومشغل الموبايل كرين دي البايبنج هو دي ايه الويرنج تاب اند باك فيلينج فور بايب ترانش. بصراحه انا مش عارف ان احنا حاطين الموبايل كرين هنا يعمل ايه، يعني المفروض ما يكونش موجود هنا مش عارف، يا ريت نراجعوها تبقوا تراجعوها مع بعض. ليه احنا حطينا الموبايل سكرين هنا تقريبا والله اعلم ملوش اي دور. موبايل سكرين هنا بيعمل ايه؟ هو هينزل حاجه يعني حاجه النشاط بيقول ايه الاول قبل ما نحذفه، النشاط انستولينج ويرن تاب اند باك فيلينج ورك فور بايب اند ترانش. هو دلوقتي
تنزيل الويرنج تاب اللي هي شريط التحذير والباك فيلنج. فالباك فالموبايل كريم ملوش دور يعني، مش عارف احنا حطيناه ممكن عن طريق الخطأ صيناه يعني. طيب اذا الريسورس المظبوطه المفروض تكون الميني رول كومباكتور اللي على تروس، و احنا ممكن نكون حطينا بدل الموبايل كرين حط مفروض يكون في لودر ينزل او بوكات ينزل يعني الدفان، والميني رول كومباكتور تردم يعني، ممكن يكون عن طريق الخطا صيناه. تمام. طيب احنا ممكن نخفض المده دي بتاعت الدفان دي، نخفضها ل ل 15 يوم، وطبعا الميني رول كومباكتور هتزيد اللي هي الرصاصه كده. ايه الميني رول كومباكتور بقت كام؟ بقت 3 في اليوم يعني، بعد ما كانت ما فيش مشكله يعني زادت واحده يعني، ونقول له سكادول. لا جابت معانا 15 جولاي، لا احنا عايزينها 17 جولاي كمان يعني، عايزينها 18. خلي لنا دي ايه 17 وقول له جدول 18 جولاي. تمام. اذا شبكه الراي قبل ما انسى، بص يا باشمهندسين ممكن تقول له بقى ايه من تولز جلوبال تشينج. تمام. بص يا باشمهندسين يا ريت نركز مع بعض، لو عايز نخفض المدد دي كلها يوم واحد، تمام، تخفض المدة دي كلها يوم واحد، انا هعرفك ازاي بتتخفض بس مش هخفضها طبعا. تمام. هتقول له من جلوبال تشينج تقول له نيو، تمام، وتقول له الاوريجينال ديوريشن، ماشي، الاوريجينال ديوريشن از ايكوالز او از جريتر ذان. تمام. لو انت عايز تقول له ايه جريتر ذان، تعال بقى نشوفه ايه عن عن التك مثال. تقول له لو هي جريتر ذان اكتر من كام؟ اكتر من نقوله مثلا 10 ايام يعني. قول له افهم بقى في المعادله دي يا باشمهندسين عشان دي برضو حاجه حلوه وبتستعملها كتير. هتقول له الاوريجينال ديوريشن اللي هي المده الاصليه اهي، عشان نبقى مع بعض اهي، الاوريجينال ديوريشن اللي هي دي يا باشمهندسين اهي، المده اللي احنا شغالين عليه بتساوي كام بقى؟ از جريتر ذان، لو هي بتساوي 10 ايام هتعمل ايه هنا حضرتك؟ هتقول له اد، هتقول له الاوريجينال ديوريشن اهيت بتساوي الاوريجينال ديوريشن، ماشي، ناقص الرقم اللي انت عايز تخفضه. تقول له مثلا كاستم مثلا 1 ايه 1 دي 1 دي. تمام. يعني ايه معناها المعادله دي؟ طب لو هي مثلا اف ذا، هي اسمها المعادله اسمها اف ذان ايلس. طب لو هي ما بتسويش ما تعملش حاجه يعني، ما تحطش حاجه هنا، لو هي عايز تخفض قارن بين حاجه حاجه. ولكن تعالوا بقى ان ايه لكل مقام مقال نشرحه دي الاول. طيب انا قلت له هنا ايه؟ لو الاوريجينال ديوريشن اكتر من 10 ايام خفض لي يوم. تمام. يبقى المعادله الجديده هتكون الاوريجينال ديوريشن ناقص يوم واحد. وتقول له ايه مثلا تشينج. تمام. اهو بدا يظهر لك، يقول لك ايه بقى ال 20 ال 28 هتبقى 27 وال 18 7. اذا اي مده اقل من 10 ايام مش هتلاقيه جايبها معاه. تمام. وال 16 بقت 15. طبعا كنسل تشينج مش عايز ايه ار يو شور. طبعا ايوه انا عايز نكنسل تشينج مش عايز نشتغل عليه عشان نحتفظ بالايه بالمده بتاعتها. فدي اللي انت لو عايز تخفضها تخفض كل المدد. وممكن بقى تقول له ايه كل المدد يعني، مثلا انت لو عايز تخفض كل المدد مع بعض هتقول له الجلوبال تشينج نفس القصه موديفاي، هتقول له مثلا الاوريجينال ديوريشن، الاوريجينال ديوريشن از ايكوالز او از جريتر ذان مثلا 1 دي، لو هي اكتر من واحد يوم 1 دي. في الحاله دي ايه بنحدد الزون. اه ما هي هو انت الفلتر معاك اهو، ما انت عامل فلتر عشان هو يشتغل لك على، لو عايز تعملها على المشروع ككل بتفتح، بس انت هو هيعمل لك هيخفض لك على اللي انت عامل عليه فلتر. احنا لاحظ ان احنا عاملين ايه فلتر على الشبكه دي فقط. تمام. وعاملين فلتر على زون 3 وعاملين فلتر على شبكه الميه، فهو هيشتغل لك على شبكه الميه فقط، اللي انت عامل عليه فلتر هو اللي مخفضه لك. تمام. خلاص انا جاوبتك كده ولا كل المشروع كده؟ انا جاوبتك. لا بيعمل لك ايه لو انت عايز تعمل على المشروع كله بتخفض صح الطريقه دي؟ لا ما بحبهاش انا. تمام. ولكن عايز اقول لك تريكه، لو انت عايز تخفض لازم التخفيض يكون عند راس يا باشمهندس، لازم التخفيض يكون عند راس. نرجع لمرجوعنا كده، احنا ظبطنا ايه؟ ظبطنا شبكه الايه، شبكه الميه. هنربطها بقى زي ما حضراتكم ايه عارفين، هنربطها بتمكين جي 1 ان يبدا الشغل بتاعه يوم 19 ايه 19 7. باقي لنا بقى ايه شبكه جميله جدا اللي هي شبكه الخفيفه كده والظريفه اللي هي شبكه الايه، شبكه الراي. هنقول له ايه
افتح الفلتر وابلاي اوكي. خد لي بقى ايه شبكه الري، او نشوفه بقى شبكه الري هنا شغاله ايه. هات لي الري كده الاريجيشن كنترول سي، ونقول له عايزين احنا بقى نخلي الري مع الميه عشان نشوفه ايه نربطهم مع بعض. في الحاله دي ما تحذفش دي وقول له اد، انا عايز نظهر الري والميه مع بعض. الاكتيفيتي نيم كونتينز، تنزل ايه الايه الري تمام، وقول له ابلاي وقول له اوكي. عايزين بقى نبصوا على الري كده مع بعض. انا خفيت الصرف، لان طبعا الصرف ايه مش هربطه بحاجه لانه تقيل جدا. تعالوا بقى نشوفوا ايه، نشوفوا الري يا باشمهندسين. طبعا الميه احنا عرفناها ظبطناها، عيلنا بقى على الري دي خلصانه يوم بدا يوم 9 فبراير بادية مع الكونسترين عادي، وخلصان الري يوم كام بقى اخر واحده 28 مارس. لا ده انا عايز اخره. تيجي عامل ازاي حضرتك، نركز مع بعض يا باشمهندسين، تيجي عامل ازاي تفصل بقى ايه الري، تقول له حضرتك انا مش عايزك تبدا يوم 9، لا انا هاخرك شويه ايه، تاخد نفس كده، نخلي ايه مدير المشروع ياخد ايه ياخد نفس كده، مش هيبدا كله مع بعض صرف وميه وري مع بعض، لا انا هنأخر ايه، انا هنأخر الري. بتيجي حضرتك باصص حسبانه بسرعه في دماغك كده، لو عايز تحسبها كالكوليتر، انت عندك ايه الري اصلا تقريبا واخد شهرين، واخد شهرين. يعني احنا كان في الاول خالص بادئ من 9 فبراير تقريبا، بادئ من 9 فبراير خلصان يوم مارس، ده اقل واخد 50 يوم تقريبا، يعني واخد حوالي ايه 51 يوم. في الحاله دي انا عايزه، هتجيب بالراجع بقى في دماغك بسرعه كده، انا عايزه يخلص كام 19 جولاي. اذا الري لو بدا يا باشمهندسين معانا يوم 28/5، يوم 28/5 هيظبط معايا زي الفل. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ بنيجي باصص كده. طبعا انا ليه حددت 28/5؟ لان انا قدرت مده الري بادئ من 9 فبراير خلصان بالطريقه الطبيعيه خلصان 28 مارس، يعني واخد 50 يوم. وانا عندي 20 يوم في شهر 7، انا عندي 20 يوم في شهر 7، شهر 7 في 20 يوم، وشهر 6 بالكامل 2. مين اللي دايس 2؟ محتاج ايه يا باشمهندس؟ محتاج المهندس اللي دايس 2. ايه سؤالك يا باشمهندس مازن؟ يا ريت تهت. تهت في ايه؟ حدد بقى. لا ما تهت دي راجع التسجيل، لو هتهت في نقطه باخر حته، اخر حته اللي هي خاصه بالراي، خاصه بالراي يا باشمهندس. جاوبني بقى بسرعه عشان وقتي وقتك يا زعيم. تمام، خاصه بالراي. انا قلت لحضرتك احنا ما عملناش حاجه، احنا من بدايه المبادئنا من الاول خالص لحد دلوقتي بنعيد في الكلام. احنا ظبطنا الصرف اول خطوه، وظبطنا الميه، باقي معانا الري فقط، باقي معانا الري. شبكه الري انا كنت محددها كده، بنقول له ابدا 9 فبراير اللي هي ايه التاريخ اللي هو 9 فبراير مع الميه، اللي هو تاريخ تمكين المقاول الثاني انه يبدا شغل. تمام؟ طيب لما انا قلت له يوم 9 فبراير لقيته خلصان، بنبص على اخر واحده اهو، اخر واحده في الري اهو، بص لاحظ الري اهو، خلصان 28 مارس، يعني من 9 فبراير ل 28 مارس، تقريبا كده واخد كام؟ واخد شهر و20 يوم، لاحظ ان شهر 2 اصلا 28 كمان مش كامل، تمام؟ يعني تقريبا ايه؟ 50 يوم. طيب 50 يوم بتجيبهم بالراجع بقى، انت عايز الري يخلص امتى؟ احنا بنشتغل على الليت ستارت يا باشمهندس، انا المشروع مضغوط، ما تشتغلش على الايرلي ستارت. انا اجبرت في الصرف ان انا نشتغل على الايرلي ستارت، فمن غصب عني مش بمزاجي. الصرف اشتغلت ايرلي ستارت، كل الزون شغاله مع بعضها ستارت وستارت. ليه؟ لان انا مجبر. تمام؟ طيب في الري بقى انا معايا سماحيه، فهنأخر، هنشغله على الليت ستارت او الايه؟ البدايه المتاخره. بنجيبها بالعكس، نقول وصلت الفكرة تمام يا باشمهندس. نقول ايه؟ نقول هو انا مفروض الري يخلص 19/7، لان انا عندي شرط ان المية والصرف والري يخلصوا، دي شرط اجباري الزامي من غصب عنه وعنه. والكيس اللي انا بشرحها لك دي كيس صعبة يا باشمهندس، لاحظ انها داخلة في بعضها معجنة مش هتلاقيها، بس ان احترفت الكيس دي بمشيئة الله هتحترف اي مشروع. ما انا مش هديك، ما انا مش جاي ابيع لك هوا، يعني انا بديك حاجة مجاني، فمش مجبر ان انا ايه اشرح لك مثلا حاجة سهلة واخلص يعني.
عند الصرف والميه والري الزامي من غصب عني، ده شرط تعاقدي ان تخلص 19 ايه 19 7. فالصرف اجبرت ان انا نشتغل على البدايه المبكره اللي هي الايرلي ستارت، والري والميه خدتهم كلك ورا بعض ووفرت في المعدات، اشتغلت ايرلي ستارت. اي نعم اشتغلت ايرلي ستارت، بس خليت كل الشبكات شغاله ورا بعضها. يعني في الصرف اشتغلنا على التوازي، في الميه اشتغلنا على التوالي، في الري بقى في الري هنشتغل على التوازي، بس برضه هنشتغل على البدايه المتاخره. ايه هي البدايه المتاخره؟ بنجيبها من الاخر. انا مفروض الري يخلص امتى حضرتك؟ يخلص يوم 19/7. طب اجمالي مده الري كام يوم؟ اجمالي مده الري حوالي 50 يوم. طيب 50 يوم يعني اذا انا محتاج شهر جون وجولاي. يعني ايه جون وجولاي؟ اذا انا لو بدات يوم 25/5 او تقريبا مثلا 27/5 فانا في السيف سايد. تعالوا نجرب، يعني تعالوا نجرب ونشوف، ربما تكون في اجازات واعياد كمان. انا ما اخدش، انا بقول لك انا بقول لك 25/5 ممكن ما تظبطش معايا. ليه؟ لان ممكن يكون في اعياد في المنطقه دي او في اجازات في المنطقه دي تضرب معايا نضطر نعدلها. ولكن انا ايه تقريبا كده رفلي انا بقول ان هو ايه 25 ماي. تعالى اهوت نربط بقى ايه النشاط. بتيجي باصص كده حضرتك انا عايز الري يبدا بعد 25/5. طيب تيجي باصص كده في علاقة، هي زي ما قلت لكم هي علاقة ليست إلزامية ولكن علاقة تأخيرية لتأخير العمل، تمام؟ أهيت اللي أنا هربطها. أنا عندي نشاط هنا في في المية خلصان 25 ماي، هو النشاط دي اللي هربط بيه. يبقى إذن العلاقة التأخيرية الوحيدة اللي هستعملها والهدف إن أنا نأخر الري لبعد 25/5. فهنيجي رابط أهو، دي خلصانة يوم 25 ماي، تيجي حضرتك رابطها كده ايه رابط الري بيها وتقول له ايه وتقول له سكادول، وتروح تبص على الري تحت خلاص امتى 12 جولاي. يعني ده لسه معاك ايه معاك خيار من الاثنين، يعني معاك حلين، يتخلي دولت فلوت، تخلي مثلا من 12 ل 18 اللي هم شويه الايام دول الست ايام دول او السبع ايام دول تخليهم فلوت. ايه عايز تاخرها شويه مش مشكله، يعني ايه عايز تاخرها شويه مش مشكله. يعني حضرتك مثلا ايه ممكن تيجي رابط حاجه في مثلا ايه في الري مثلا، تقول له مثلا في حاجه متاخره في الري مثلا خلصانه مثلا 30 ماي او ايا كان. ولكن انا شايف شخصيا كده ايه خلاها فلوت، يعني ما فيش مشكله. يعني انت هتبدا حضرتك هتبدا الري يوم 26 ماي، تمام؟ خلها له فلوت ما فيش مشكله. سؤال اوكي تمام مهندس احمد فوده. خلاص يا مهندس احمد فوده، يا باشمهندسين رجاء لطفا وليس امرا لان انا بشتت، طبعا سامحوني، يعني احنا كلنا اخوات وكلنا عايزين نوصل الفكره لبعض. لو واحد فاهم مش لازم يبعت، لان انا بتبقى عيني على الشات عشان لو حد عايز حاجه. اللي يبعت بس هي لطفا وليس امرا. اللي يبعت لي رسائل يكون عنده حاجه، لان انا طبعا بتشتت، يعني بتشوف رساله اخاف يكون واحد مش فاهم فكره واعديها برجع. فاللي فاهم اكيد كلكم احسن مننا ان شاء الله. اللي فاهم اوكي ما يكتبش اي حاجه الا اذا كان عنده مشكله، تمام؟ طيب انا بقى حضرتك بنخلي ايه؟ هنخلي دول 12 يوم ما فيش مشكله، هنخليهم ايه؟ هنخليهم فلوت ما فيش اي مشاكل. لاحظ ان ايه؟ انا شغال وعيني ودماغي في الفلوت والديوريشن والنيجاتيف فلوت والكلام ده كله، ليه؟ لان انت بتخطط، تمام؟ طيب هنربط بقى طبعا عشان ما تنسوش اخر 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 شبكه عندنا للري، هتربطها حضرتك بكام؟ ب 19 بتمكين جي 1 انه يبدا ايه شغله تاني. جي 1 فين بقى؟ انيبل جي 1 انه هيبدا شغل يوم 19 اهوت، تمام. كده خلصنا احنا ايه الصرف والميه والري، تمام. هتيجي بقى حضرتك فاتح الفلتر، تمام، و تيجي بقى ايه تقول له كده احنا خلصنا ايه يا باشمهندسين عشان نبقى مع بعض كده، ظبطنا التلات شبكات دول الصرف والميه والري. وانت بتخطط انت فاهم ان الصرف اشتغل كله ورا بعضه، يعني الصرف اشتغل كله للاسف اشتغل كله مع بعضه، الميه اشتغلت ورا بعضها، الري اشتغل يوم 26/5 اتاخر، يعني اخرنا الري. بمعنى اهو نفس الطريقه كده، احنا على فكره بنفس الرسمه كده،
الميه والري الصرف والميه شغالين مع بعض، والري ايه والري متاخر شويه. طبعا لو هنرسم بقى الرسمه تكون منطقيه دولت لازم ايه لازم يزيدوا بقى ايه يبقوا كده مثلا، لو عايز ايه تبقى حاسس بالايه بشكل الحاجه يعني. ان والري طبعا ايه خلص في ايه ام انتر تقريبا تاخير الميه الري خلص قبلهم بشويه يعني، خلص يوم 12 ايه يوم 12 جولاي تمام. وطبعا الصرف الصرف طبعا بدا ايه مع بعض ومع بعض. لو عايز ترسم بقى إيه تحس بالمنطق العمل اكتر كرر دي 3 مرات يعني، لو انت عايز تحس ايه تقول ايه اهوت كده ايه ايا كان يعني ان هم بداوا ايه على التوازي، فمش عايز بس ايه هي مجرد انديكيشن فقط تمام. طيب بعد كده حضرتك ايه بعد ما نخلص كده، احنا خلصنا ال3 شبكات دول ظبطناهم، هنبدا نظبط الكهرباء والاتصالات والاناره والاسفلت تمام. بس هيبداوا امتى بقى؟ بعد نهايه المقاول الاولاني ما يخلص اعماله تمام. تعالوا نفتحوا الفلتر الاجمالي كده ون ايه ونبص مع بعض المقاول الاولاني هيخلص ايه هيخلص امتى. المقاول الاولاني احنا قلنا انيبل جي 1 تو ستارت يوم 17 يوم يوم احنا قلنا فين في المجموعه الاولى انيبل انيبل جي 1 تو ستارت فين زون 3، احنا في زون 3 انا استغربت قلت ازاي 17 7 واحنا كنا شغالين على 19. زون 3 اهي، زون 3 حضرتك من 19 7 لحد 19 9. خد بالك بقى يا باشمهندس، طيب هنا جايبه لي كام؟ جايبه لي حطيت المده دي بناء على ايه؟ هتقول لي يا باشمهندس انت ازاي بتقول لنا في الشرح ان المده لا تزيد عن 44 يوم وانت حطيت لي هنا 50 يوم؟ هقول لحضرتك ال 50 يوم دي مش بتاعتي اصلا. ده مقاول تاني، انا مالي وماله؟ لو 100 يوم حطها 100 يوم. انت كسرت القاعدة. لا انا ما كسرتش القاعدة، ده دي انديكيشن مقاول تاني انا ماليش دخل بيه. ليه؟ لان ال 44 يوم دي محطوطة ليا انا عشان يعملوا متابعة عليا ومراقبة، يعني حتى لو دي بقت 100 يوم حطها 100 يوم ما فيش مشكلة. ليه؟ انا عايزك تبقى فاهم مش حافظ، النشاط لا يزيد عن اربع. وعلى فكرة بنوع ومع استشاريين، مع احترامنا للاستشاريين وفيهم ناس احسن من زمايلنا يعني، عموما احنا كلنا ايه مهندسين، في مهندسين بيتصدر في النقطة دي. لا بترجع بقى اسف بتضطر تفهمه تقول له يا باشمهندس ان ال 44 يوم اتحطت عشان عمليه المونتر اند كنترول، ودي مقاول ثاني خارجي، والمقاول الخارجي لو 100 يوم ماليش دخل بيه، ده انا اعماله. انا مش ملزم كمقاول ان انا نشرح نقول ان المقاول الثاني هيعمل ايه، ماليش دخل. انا بقول لك ان هو هيدخل يوم كام؟ هيدخل يوم انا هينتهي يوم 19 عشان انا ادخل ثاني يوم 9، هينتهي يوم 18 9 عشان ادخل يوم 19 9 تمام. فحطيناها ايه عشان الناس بس ما تعلقش على ال 50 يوم، فلذلك حطيناها 50 يوم، ويا رب تكون الناس ايه فاهمه مستوعبه. لو حد مش فاهم النقطه دي يدوس لي 2 فقط تمام. بعد كده حضرتك هنيجي بقى ايه شبكه الميه. بص النشاط دي يا باشمهندس، النشاط دي بعديها هيكون ايه بقى؟ هيكون بعد منه اللي هو هنا اهو، اللي هو هنا اهو تمام، اللي هو ده دي ال 50 يوم اهو. بعد منه هتكون الكهرباء والاتصالات والاناره والاسفلت. خد بالك هيكون اخر حاجه بعد ما نخلص الكهرباء والاناره والكلام ده كله يبدا الاسفلت. يبقى اذا بعد النشاط ده هتكون الكهرباء والاتصالات والاناره. تعالوا بقى نشوفوا ايه نظبطهم ازاي. نعمل بقى فلتر. فلتر على ايه بقى؟ على اظهار اظهار الشبكات اللي احنا عايزينها فقط، اللي هي الكهرباء والاناره والاتصالات. وزي ما قلت لحضراتكم هتكون المشكله في الكهرباء والاناره، والاتصالات دي هتكون خفيفه جدا. نخش الالكتريكال. فلتر عليها. باقي لنا كويس، باقي وقت لسه، باقي لسه وقت كويس حلو اهوت. نقول سي 19 وربع. حلو جدا. ندخل بعد كده هنشوف اللي هي بقى ايه لا مش الاريجيشن سيستم، احنا خدنا الالكتريكال سيرف الالكتريكال سيرفيس. عايزين بعد كده انا مشغل الفلتر. لا انا مش عايز اشغل الفلتر، احنا بنعبي الارقام لسه. احنا خدنا الالكتريكال سيرفيس، بعد كده هناخد بقى ايه الكيبل اللايتنج بوستس تمام وموديفاي. خد لي الكيبل اللايتنج بوستس.
بعد كده التليكوميونيكيشن، تليكوميونيكيشن سيستم كنترول سي اد. دلوقتي حالا يا باشمهندسين هبعت لكم الملف الاكس ار فايل ده، الناس تشتغل بقيه الشبكات عليه بقى بنفس الطريقه كده كده، محاضرتين اتشرحوا بالطريقه دول، ودول اهم محاضرتين. بعد كده اخر شبكه معانا هتكون ايه؟ الويرن. ايه الويرن؟ كنترول سي. ويا ريت يا باشمهندسين الاسئله المهمه، لو عندي مشكله في البرنامج ما بيفتحش ما بيقراش العربي، نسخه قديمه من جديده، جمعوها كده عشان هتبقى في محاضره للاجابه على الحاجات دي كلها. اذا انا عندي كده الالكتريكال والكيبل اللايتنج والويرن كورس، باقي اخر شبكه معانا طبعا عمال ادي حاجات كده اللي تفتكر واحنا شغالين. الويرن كورس تقريبا احنا خدنا الويرن كورس والتليكومينيكيشن والكيبل اللايتنج بوستس، في واحده ما خدناهاش، ايه اللي ناقصه؟ عندنا الالكتريكال سيرفيس والكيبل اللايتنج بوست والويرن كورس، احنا حذفنا التليكومينيكيشن وحطينا الويرن كورس مكانها ما شاء الله. تليكومينيكيشن اهيت، تليكومينيكيشن كنترول سي، قول له موديفاي اد اكتيفيتي، اكتيفيتي نيم كونتينز ايه؟ تليكومينيكيشن، عايز يظهر لي الكهرباء والاتصالات واناره الشوارع وطبقه الاسفلت النهائي. اوكي، وقول له ابلاي، ابلاي اوكي تمام. طيب مبدئيا كده هنيجوا ايه؟ نعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت، هنقول له دي حضرتك هتبدا بعد ما يخلص المقاول الاولاني، بعد ما يخلص المقاول اللي هو الجي 1 اهو. وتركز يا باشمهندس معايا عشان ما تغلطوش، وانتوا شغالين يا باشمهندسين اوعوا تغلطوا لان الغلطه بتمن. انا اهو المقاول الاولاني ايه؟ المقاول الاولاني كان هيبدا 19/7، هيخلص 19/9، او انا هبدا 19/9 تمام. يعني انا هبدا ايه؟ 19/9 تمام. يبقى اذا شبكه الكهرباء هتبدا بعد التاريخ ده تمام. وخد لي برضو شبكه الري، شبكه الـ 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 اسف دي خدنا كده الكهرباء، شبكه الاناره اهوت. مبدئيا كده نربطهم بالبدايه ان هم يبداوا بعد ما يخلص المقاول الاولاني اللي هو 19/9، ونشوفوا ايه هيحتاجوا يتفكوا او يحتاجوا يتاخروا او يحتاجوا ايه. طبعا الاتصالات يخليها بقى في الاخر لان هي كده كده هتتاخر. نبصوا على دول الاول ونقولوا سكادول ونشوفوا حضراتنا احنا هنوصل لفين. طبعا احنا نهايتنا كام؟ نهايتنا يا باشمهندسين طبعا هو رمى معانا كام لمارس، احنا نهايتنا 13 اهو عشان نتذكر مع بعض، نهايتنا 13 ايه؟ 13/1. اذا عندي مشكله ظهرت، نفس المشكله ايه اللي كانت ظاهره المره اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف المشكله هي حصلت في بسبب الكهرباء ولا بسبب اناره الشوارع ولا بسبب الاثنين تمام. تعالوا كده اول حاجه دي خلصانه 5 ديسمبر ما فيهاش مشكله، ناخدوها شبكه شبكه زي المره اللي فاتت. ممكن بقى ناخدوها شبكه شبكه زي المره اللي فاتت، ولا خلينا زي بعض، خلينا نتعب شويه. دي خلصانه، لو عايز نشتغلها شبكه شبكه ممكن نشتغل. دي خلصانه يوم 5 ديسمبر. اللايتنج هنا خلصانه نوفمبر. طبعا احنا مش هنشغل بالنا بالاثنين الاخرانيين دول اللي هي الاتصالات، احنا تركيزنا دول. دي خلصانه يوم 23 ديسمبر، اذا ما فيهاش مشكله تمام. المشكله هتكون بسيطه ان شاء الله. طب اللايتنج بقى ايه؟ اللايتنج اناره الشوارع خلصانه نوفمبر، ما فيش اي مشاكل زي الفل. دي بدات تتاخر، هتبقى اذا الاناره المشكله عندي في ذا انترنت كونكشن از انستيبل. مش عارف هل في مشكله في الصوت يا باشمهندس؟ لا يا باشمهندس الصوت واضح. مهندس احمد الصوت تمام. الصوت واضح تمام. ظهرت لي بس رساله. اذا المشكله عندي بدات تظهر. نو اتس اوكي. طيب ماشي يا باشمهندس. المشكله بدات تظهر عندي يا باشمهندسين فين بقى؟ في زون. في فين المشكله؟ ظهرت في الكهرباء مش في اناره الشوارع. لاحظ اناره الشوارع خلصانه يوم 20 ديسمبر زي الفل.
تمام. و20 ديسمبر دول حلو كويس ليه؟ لان انا لسه هنعوز، خلي خدوا بالكم هنعوز الويرنج كورس طبقات الاسفلت، يعني هيشتغل يعني المفروض 20 ديسمبر يكون كويس، لان طبقه الاسفلت ممكن تشتغل من 20 ديسمبر مثلا لحد 13 ايه 13 يناير، تاخد لها 20 يوم ماشي تمام زي الفل كده. يبقى اذا انا كمان مش هظبط، مش هنظبط انا لما نيجي نخفض الكهرباء حضرتك، مش هنخفضها ل 13 ل 13 يناير، ده انت حضرتك اظبط لي على اخر حاجه 30 ديسمبر عشان ال 13 يوم دول تاخدهم في فين الاسفلت. وفي طبعا التستنج والكوميشننج والكلام ده كله، بس انا بنتغاضى عنها في المشاريع المضغوطه دول، ممكن ندخلهم فيه طبعا. هيشترط معاك يقول لك ايه اعمال التسليم والتسلم والاختبارات والكلام ده كله، دخلها بالتوازي مع الاسفلت تمام، لو ضفنا طبعا تستنج اند كوميشننج. اذا كده انا اكتشفت كده المشكله عندي في اعمال الكهرباء. اعمال الكهرباء حضرتك هنبدا بقى نتسلى ايه واحده واحده كده في الكهرباء ونظبطها. اول حاجه حضرتك هنقول له خلي لي السيفتي والهيلثي، خليه لي ستار تو ستار تمام. خفض لي السيستم تيستنج، ده شغل كهرباء، ده ممكن في يوم واحد يخلصه، ده شغل كهرباء اصلا يعني مش محتاج حاجه، في لحظه واحده بيختبره تمام. بعد كده طيب عشان بقى نظبطها كده نعمل لها فلتر ونظهر بالكهرباء لوحدها، معلش هنتعب مع بعض كده ايه ندلت دول، وممكن ناخد دول ايه ندلتهم، ممكن ناخدهم تاب لوحدهم كده وبعد كده ترجعهم تاني، بس مش مشكله ايه ندلتهم، نظبط ايه نظبط الكهرباء عشان نركز فيه تمام. اول حاجه احنا خلينا دي احنا عملنا ستارت ستار تمام، وقلنا ونقوله سكادول، طبعا هتجيب معانا بقى ايه يا ده جابت واحده بس. يبقى اذا ايوه خد بالك بقى يا باشمهندس، حاجه حلوه جدا، حاجه حلوه جدا، انا كل اللي عملته كل اللي عملته حضرتك حولت دي ستار تو ستار، وفجاه النشاط نط كده وما عادش فيه نشاط حرج. قال لا هتتفاجئ، هتقول ايه؟ اعرف ان المسار الحرج انتقل لمكان تاني، اصبحت اللي عندي بقى اصبحت الدرايفنج عندي هي شبكه الايه اناره الشوارع، اناره الشوارع. ولكن هنظبط الري دلوقتي، هنظبط حضرتك اسف هنظبط الكهرباء دلوقتي ونرجع للري. فلاحظ انا كل اللي عملته حولت دي من كان بعد ما كانت فينش تو ستار تمام. خلينا دي فينش تو ستار و لا في غلط انا عملته يا باشمهندسين، هقول لكم عليه. ايه الغلط اللي انا عملته؟ انا جيت واقف هنا، انا جيت واقف هنا وقلت له ستار تو ستار. خد بالك من الغلطه الكبيره اللي انا غلطتها، قلت له ايه؟ قلت له ستار تو ستار هنا. لما قلت له ستار تو ستار رجع معايا نط لي، لازم برضه تبقى حاسس بالارقام، يلاحظ ان هو كام؟ 6 مارس، 6 مارس. واول ما قلت له ستارت ستار هنا رجع وقال لي ايه؟ رجع وقال لي إيه انت هتخلص خلص 6 يناير. لما تلاقي النطه جامده كده اعرف ان في مشكله، اول حاجه المسار اتحرك لمكان ثاني، ثانيا مش معنى اربع ايام يرجعوا لي حوالي شهرين. طبعا ده في غلط. ايه اللي انا عملته بقى؟ اللي انا قلت له ابدا لي شبكه الكهرباء مع المقاول الاولاني في نفس اليوم، ودي غلط طبعا، دي الخطا اللي انا اللي انا عملته. الخطا اللي انا عملته ان انا قلت له ابدا نبدا الشبكه دي مع المقاول الاولاني في نفس اليوم. طبعا انا المفروض نقف على النشاط اللي بعده ليه؟ النشاط ده اللي هو اعمال الحفر، ونقول له ابدا لي الحفر مع السيتنج اوت والروت سيرفي تمام. هتقول له ستارت تو ستار، هيخفض فقط ايه؟ هيخفض فقط لاربع ايام، يعني هديك 2 مارس او 1 مارس لو ما كان في يوم جمعه تمام. جاب معانا كام؟ جاب معانا 1 مارس. اول حاجه طبعا ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم هنبدا نخفض كل التستنج، خلي لي التستنج كل يوم واحد عشان ما ننساش، بس لان هي شبكه كهرباء في يوم واحد ممكن ايه هي اصل هي يختبرها تنجح هيختبرها ما تنجحش يبدا يراجع فيها ويبدا يشوف الايه الشورتج اللي حصلت عنده فين تمام. طيب بدت معانا ايه 22 فبراير، لا احنا لسه محتاجين ده، انا عايزها انا محتاج لسه حوالي 50 يوم نخفضها، انا عايزها تخلص يوم على الاقل حتى يا اخي يوم نقول مثلا يوم 5 مارس، يوم 5 1 ونسيب 7 ايام للشبكه. طب ولكن انا هخلصها يوم 30 ديسمبر اقل حاجه 13 يوم، ال 13 يوم دول يكونوا لاعمال الاسفلت. طيب
نبدا برضو نشتغل زي ما قلنا حضراتكم الترانش اكسكافيشن مش هنيجي يمها. الباد بريبريشن اللي هي الاعمال ايه الرمله اللي بتتحط تحت الكابلات والكلام ده كله نخفضها لانها معتمده على العماله. تمام. في بوكات، انا نفسي نعرف ايه مشكله البوكات اللي متحمل مرتين ده، مش عارف في خطا عندنا في الريسورس مش ممكن بسبب ان انا خلت مثلا الملف دي من احد الزملاء مثلا وكان محمل وجيت انا حملت، مش عارف في مشكله عندي في الريسورس، ولكن انتوا عرفتوا الطريقه الصح ازاي يعني. اللي عندي وبرضو كلمة 70 دي على تحفظ شوية، لاحظوا ان هنا بكات 9 في اليوم و70 مش عارف هل الرقم دي مظبوط ولا لا، يا ريتني شايك عليه. تعالوا نشوفوا اللي تحت هنا، هنا في بكات وهنا في 8، انا اتوقع الخطأ في البكات الاولاني دي متحمل خطأ، يعني مش معقول يعني ايه هنعوز 9 بكات. الاخطاء اللي حصلت دي يا باشمهندسين بسبب ان انا ايه كنت بنبعت الملف للشباب وناس تبدا تبعته لنا تاني، فبسبب تداول الملف يعني اكتر من واحد اشتغلوا عليه، ولكن احنا عرفنا مع بعض تحميل الريسورس صح ولازم نراجع الحاجات دي كويس. بعد كده هنبدا ايه هنبدا نخفض الترانش اكسكافيشن اند انسبكشن، دي مش هنيجي يمه، هنبدا نقول له ايه الباد بريبريشن والسبلاي اند كيبل لاينج اللي هي فرد الكابلات والكونكريت فوتنج دي 4 ايام ماشي، ممكن نخفض دي برضو ايه. طب تعالوا إيه دي خلصانه نوفمبر ودي خلصانه 15 ديسمبر، في شويه ايام يعني، هل مثلا انا بفكر مع بعض اهوت، هل مثلا هنعرف نجيب ال 15 ال 50 يوم ولا نخلي مجموعه تشتغل على التوازي؟ دي خلصان ديسمبر دي يناير، المجموعه دي كلها لازم تتخفض. دي بادئ من 6 اكتوبر، دي خلصان 5. ممكن في الحل دي ممكن ايه لاحظ ان انا ايه ان زون واحد، ان فيز واحد صغيره وفيز 2 صغيره، فيز 3 كبيره ليه يا باشمهندسين؟ فيز 3 لاحظ ان هي 2 فيز مع بعض، ممكن احنا نريح دماغنا ونخلي فيز 3 تشتغل بالتوازي. ليه كبيره فيز 3 يا باشمهندسين؟ نرجع بقى نلاحظ ان فيز 3 اهيت، ان احنا في زون 3 فيز 3 ان هي اصلا كانوا 2 مع بعض فمقسومه، فممكن احنا اختصارا للوقت ايه نخلو فيز 3 تشتغل ايه على التوازي، ونرجع الشبكات زي ما هي السيستم دي، نخلوها مثلا 5 ايام زي ما هي او كانت 7 ايام، خلوها 7 ايام، خلي السيستم تيستنج دي 7 ايام عادي زي ما هو، وخلي لي دي 7 ايه ايام زي ما كانت على ما اتذكر انها كانت 7 ايام، وخلي دي برضو ايه العلاقه بتاعتها فينش تو ستار زي ما كانت، مش عايزينها ستار تو ستار، خليها فينش تو ستار فينش تو ستار، ونفصل ايه ونفصل 3 اللي خلاها لوحدها اهي، 3 دي هنفصلها نخليها ايه لوحدها، ليه؟ لان في الاساس اصلا 3 هي 2 مع بعض. هنقف على 3 كده حضرتك وكده كويس يعني. انا لو تلاحظوا ان كنت بنقول لكم انا عايز مثلا الكهرباء تخلص اخر شهر 12 عشان نخلي 13 يوم للاسفلت، فهي خلصانه معايا زون 1 فيز 1 وفيز 2 خلصانه اخر شهر ديسمبر اهو، خلصانه 27/12 فكده كويس. هنفصل بقى ايه هنفصل نقول له حضرتك دي افصلها لي وافصل لي دي عن الترانش اكسكافيشن بتاعت فيز 2، وانت بتفصل يا باشمهندس عينك على كلمه ايه فيز 2 يعني شيء، لاحظ ان احنا انت في فيز 3 فاي حاجه في فيز 2 احذفها، لاحظ ان بي اتش 02 وهنا بي اتش 03 يبقى عايز نحذف اي حاجه عشان بس ما تغلطش غلطه ان احنا غلطناها قبل كده وكنت حذف حاجه غلط. انا عندي بي اتش 02 افصلها، في سؤال جه الصوت عندي فقط او المشكله عندي المشكله مهندس حمزه مهندس احمد ايه المشكله عنده؟ مهندس حمزه بيقول في مشكله في الصوت. لا هو الصوت تمام يا باشمهندس، هو غالبا النت عنده ضعيف شويه. يا مهندس حمزه شايك على النت يا مهندس حمزه. فانا بحذف كده يا باشمهندسين اي حاجه متعلقه ب فيز 2 هنحذفها، نقف هنا ثاني ادي فيز 2 احذفها، انا بنفصل فيز 2 عن فيز 3. انا هنا كده فيز 2 احذفها. فيز 2 احذفها. التيست برضو المتعلق بالفيز 2 نحذفها، واخر حاجه الكيبل لاينج اللي هي بالفيز 2 نحذفها.
تمام كده. طيب ودي بقى اصبح ملهاش ايه، ملهاش بريدسيسور. البريدسيسور بتاعها هيكون ايه، بدايه ما المقاول الثاني خلص شغله اللي هو 19 9 تقريبا، او فين فيز 3 اهوت 19 9 تمام. ونقول له اسكادول ونشوفها هتوصل معانا لايه اسكادول. تمام خلصانه كام ده؟ شوف خد بالك يعني ده في علاقه هي اللي مأخره، دي هتتحذف هي كمان. وقول له اسكادول حضرتك لازم ايه، دي خلصانه يا واخده. طب ليه دي باديه 19 9؟ دي 5، دي باديه برضو 19 9 خلصانه 8 ديسمبر، ودي باديه خلصانه 27 ديسمبر زي الفل. اصبحت خلي بالك ايه، دي خلصانه ايه 2 يعني فبراير. لاحظ ان فيز 3، ان فيز 3 دي ايه، هي الكريتيكال هنا. طيب هنبدا بقى ايه بتركيزنا كله على فيز 3. اول حاجه حضرتك هتحولها بقى ايه، العلاقه ستار تو ستار، ان اعمال السيفتي هيبدا في نفس اليوم مع الحفر. و شوف بقى لما بتخلص المشاكل بتبدا تمسك الحاجه ايه معاها، تبدا تعرف مشكلتك فين وتبدا تشتغل عليها. قلنا الباد بريبريشن، احنا طبعا عايزين نخلصها، عايزين نخلي دي تخلص اقل حاجه 30 12 او 31 12. طبعا السيتنج اوت احنا قلنا هيبدا ستارت تو ستار مع الحفر، الحفر مش هنيجي يمه. الاعمال الباد بريبريشنز بصراحه المفروض يتخفض اصلا، يبقى ده هي رمل بتنزل، رمله بتنزل ممكن نخليها 6 ايام اصلا مش 16 يوم. يعني عايز ان الحفر 21 والباد بريبريشن فقط، دي ممكن نشوف الريسورس اللي عليها. نفس الغلطه المتكرره، احنا محملنا البوكات اكتر من مره. العمال عندي اهيت، هنخلي دي مثلا 5 ايام. هو بتبقى فاهم النشاط وهيتعمل في ايه. هو هي الباد بريبريشن هي يا رمله ناعمه كده بتنزل، او حسب يعني حسب المواصفه ممكن تكون النوع اللي بتتفرد تحت الكابلات. تمام، انا قلت له 19 عامل في اليوم و3 بوكات هيشتغلوا في الموضوع ده. برضه لسه 22 يناير هنبدا بقى ايه الكيبل لايننج، وبعد كده ايه كونكريت فوتنج فور ترانسفورمر اللي هي بتاعت الايه بتاعت المحولات. وبعد كده طيب نبدا نخفض ايه فرد الكابلات. فرد الكابلات معتمد على العمال والكيبل لاين ماشين. في سؤال جه ولا ايه؟ معنى ان افضل العلاقه بين المرحله الثانيه والثالثه انهم يبداوا مع بعض. ايوه باشمهندس، ده انا ما احنا خلينا احنا لا مش المرحله الثانيه والثالثه يا باشمهندس. لا يا باشمهندس، انا خليت يعني الثالثه هتشتغل مع الثانيه مع الاولى والثانيه. احنا عملنا ايه؟ الاولى وبعد كده الثانيه. تمام؟ الاولى وبعد كده الثانيه، والثالثه باديه معاهم. ليه؟ لان الثالثه ضخمه. وليه قلت لحضرتك الثالثه كبيره؟ لان هي الثالثه دي الثالثه يا باشمهندس. دي الثالثه، ليه؟ لان الثالثه اصلا هي لو عايز تتكلم ان كل المراحل متقسمه اربعه ايه؟ اربعه فيزز. تمام؟ بس زون ثلاثه هي المتقسمه 3 فيز. يعني اذا 3 دي اصلا في الاساس هي 3 واحد يعني 3 و4 مع بعض، فهي 2 مع بعض. فلما نيجي نقول ان 3 شغاله مع 1 و2 تمام، يعني هو هيشتغل في واحد، مجموعه تشتغل في 1 و2، وفي مجموعه مستقله هتشتغل في ايه، في 3 لوحدها، لان 3 كبيره. هنبدا بقى بنعمل عمليه فرد الكابلات، نخفضها. احنا عندنا ايه 22 يناير، احنا عايزين اصلا احنا عايزين نخفض اصلا 22 يوم. يعني ممكن نخلي دي لوحدها اول حاجه السيستم تيستنج هنخليها يوم واحد او يومين، هي مثلا نقول باعتبار ان هم مرحلتين مع بعض مضغوطين. وانا كده ايه عايز 16 يوم، عايز نخفض 16 يوم. الكيبل لين ماكينه فرد الكابلات مع تنزيل الكابلات ممكن نخلوه 11 يوم. تمام، وكده 4 يناير انا عايز ايه برضو، ما زلت محتاج ايه الاربع ايام، نخفض في الاربع ايام بروتكشن كولوم فور ترانسفورمر اللي اعمده الحمايه. واحنا عندنا سبلاي ان انسوليشن سبلاي ان انسوليشن ترانسفورمر ان رينج. احنا ممكن ايه
مع تركيب الرنجات هو بيتكلم السبلاي والانسوليشن، ممكن يبقى شغال بروتكشن كولوم مع بعض يعني. وممكن نديله ايه في الحاله دي؟ ممكن النشاطين دول يشتغلوا مع بعض. ايه هم النشاطين دول يا باشمهندسين؟ هو عمال ايه؟ عمال يركب في المحولات وبيعمل اعمده حمايه حوالين المحولات عشان الحوادث والكلام ده كله، عشان لما يحصل لا قدر الله حادثه والحاجات دي، حمايه للمحولات يعني ما يخشش في المحول يحصل يموت اللي عمل الحادثه. طبعا لو لا قدر الله واحد دخل عمل حادثه في المحول هيحصل له شورت كهرباء وهيموت، فيخبط في العمود اللي هي اعمده الحمايه. فانا ممكن نقول له يركب المحولات، وبعد ما يركب اول محول الناس تشتغل وراه يعني. ممكن يديله لاج يعني، ممكن نقول له ان النشاط ده هيبقى ستار تو ستار، وممكن نخليه لاج مثلا ايه يوم او يومين هتجيب معانا. وهنقول له ايه؟ ان النشاط احنا عندنا الكونكريت فوتنج، لا احنا عايزين النشاط فينش تو ستار، احنا عايزين النشاط بتاع الكيبل لاين. ايوه احنا في نفس النشاط صحيح، احنا عندنا ايه؟ كيبل ان انسوليشن والبروتكشن. مين اللي بعده؟ كونكريت فوتنج بروتكشن. مين اللي قبله؟ الانسوليشن. ايوه سبلاي ان انسوليشن ترانسفورم. تمام، يبقى هنقول له نفس النشاط ده، هنقول له ابدا هيبدا ستار تو ستار، وادي له لاج ايه؟ وادي له لاج يومين. تمام، ونقول له جدول. تمام، جابت معانا ايه؟ جابت معانا 29 ديسمبر كده ايه زي الفل. طبعا ايه اكيد الكريتيكال باث اتحرك ايه راح للكيبل لايتنج لاناره الشوارع. تمام، طيب مين اللي بعد الكلام ده كله؟ لاحظ ان دي نهايه مفتوحه ايه ودي نهايه مفتوحه. مين اللي بعد دول بقى يا باشمهندسين؟ حضرتك اللي بعد دول هيكون اللهم صل على حبيب مصطفى، هيكون الاسفلت، اعمال الاسفلت. تمام، هتيجي داخل هنا كده وهتيجي واقف على اقف هنا كده وهاتها تاني كده عشان تكون قريب منها. اعمال الاسفلت الكيبل لايتنج اهيت اعمال الاسفلت لزون ايه؟ لزون 3. تمام كده، احنا عشان بس نكون متاكدين ما انتهوش، احنا في فيس 3 زون 3 واحنا هنا في فيس 3 زون 3. تمام، يبقى كده اللي بعد منها هيكون هنبدا بايه بعد ما نخلص الحاجات ده اللي هي انستول ويرنج تاب اند باك فيلنج فور كولوم اند ترانش. وممكن في الالكتريكال سيرفيس الخدمات الكهربائيه لازم فعلا نكون خلصنا ايه كل الحفريات، كل الحفريات مظبوط الكلام ده. يبقى دي ايه؟ دي اللي بعدها. كده احنا خلصنا ايه؟ كده خلصنا الكيبل الخدمات الكهربائيه. هنبدا نحط ايه؟ نفتح الفلتر تاني ونقول له خلينا دي برضه عشان نفضل في زون 3 زي ما احنا. وبدا يظهر لنا ايه؟ 11 فبراير. خد بالك بقى ايه؟ احنا هنا هنقول له سكادول. لاحظ هنا ايه؟ 11 فبراير يعني ده 19 يناير. في ياما تتخفض هنا، خد بالك يا باشمهندس في فيز 3 لسه هنخفضه فيها ايه؟ لسه هنخفض فيها ايام. ليه؟ لان قالت معايا 19 يناير، خليها بعدين، دي هنظبطها مع بعض نهايه المشروع، لان نهايه المشروع المفروض تكون 13 يناير، مش بعيده يعني قريبه. تعالوا بعد كده نبصوا بقى على الايه؟ على الكيبل لايتنج، نظبطه بقى ايه؟ نظبطه الكيبل لايتنج والتليكومينيكيشن مع بعض. مجهود طبعا واكيد زهقتوا مننا، بس نعمله ايه؟ هو ده الصح يا باشمهندسين والله اللي بيشتغل يعني، اللي غير كده يعني مش تخطيط. طيب احنا دلوقتي بقى ايه؟ نبص كده على احنا عندنا دلوقتي خلصنا الكهرباء، هنخش على اناره الشوارع. دي زي الفل خلصانه نوفمبر، دي خلصانه نوفمبر 10 نوفمبر حلو، دي 20 ديسمبر زي الفل. يبقى اذا ايه؟ اذا كده خلصانه ايه في 20 نوفمبر. مين اللي بعدها؟ يعني دي ما فيهاش اي مشاكل. مين اللي بعدها هنا هيقفل بعدها؟ نفس النشاط اللي هو الايه؟ اخر واحده في
اخر واحده في اللهم صل على حبيب المصطفى، اخر واحده في الويرنج كورس لنفس الزون اللي هي زون 3، زون 3 فيس 3. تعالوا بقى زون 3 فيس 3 اهيت. لاحظوا يا باشمهندس انا ساعات بكنسل دي وبرجع تاني، يعني بص انا لاحظ ساعات بفتح دي كده وتلاقيني ايه عملت كده نزلت لتحت كده فتهت، فتلاقيني قفلتها وبنبدا نعملها تاني. ليه انا بقفلها وبعملها تاني؟ لانك انت معلم هنا، معلم هنا، فلما تقفلها وتبدا تاني بتجيبك قريب من النشاط اللي انت عايزه، هو جاب لك نفس النشاط اللي انت واقف عليه اهو، فبتبدا ايه؟ طبعا النشاط اللي انت محتاجه قريب جدا من النشاط اللي انا اللي انت عايزه. ايه اللي انا محتاجه؟ اللي انا محتاج النشاط ده اللي هو ايه؟ الويرنج كورس اللي هو خاص ب بزون 3 فيس 3. تمام كده انا ايه شبكه الايه شبكه ال اناره الشوارع مظبوطه. هنبدا معانا شبكه ال شبكه الاتصالات. شبكه الاتصالات حضرتك هتكون شبكه خفيفه وظريفه. افتح دي وقول له افتح دي وقول له ابلاي عشان يبدا يظهر لنا الشبكات كلها. اللي هي طبعا الاتصالات هي لسه حتى لو تلاحظ تلاقي الاتصالات ايه متاخره، الوحيده اللي متاخره. هنا الويرنج كورس، الويرنج كورس طبعا مفروض عن لسه هنربطوها طبعا لسه هنرجع لها. شبكه الايه؟ الويرنج كورس في كل الشبكات ما عدا اخر زون. احنا هنا البوتاب والواتر، لا احنا عايزين بقى ايه؟ عايزين بقى نظهر بقى الشبكه، احنا ظبطنا كده الكهرباء والميه. عايزين ظبطنا اسف انا بدات طبعا ايه اهنك احنا في اخر ظبطنا الكهرباء وال واناره الشوارع وهو دي الصعب ان شاء الله. هنبدا بقى نظهرهم كلك مع بعض تاني. كيبل لايتنج خلاص موجوده، هنجيب الالكتريكال سيرفيس معاها. عايزين بقى نظبطهم كلك مع بعض بقى. طبعا انا المفروض كنت خدتها في تاب لوحدها كده عشان نبدا نرجعهم تاني بسرعه. كونتينيوس او كنت على الاقل حتى عملت فلتر تاني، خدت من دي كوبي فلتر تاني. في تسهيلات كده للعمل بس الواحد ما بيبقاش مركز فيها يا باشمهندس، يعني مثلا ايه انا بحذف وبجيبها تاني ومش عارف ايه الخطوات دي، ممكن انا كنت خدتها كوبي فلتر تاني وحذفت. هقول لكم دلوقتي، هعملها لكم دلوقتي. تيليكومينيكيشن اهيت كنترول سي موديفاي اد اكتيفيتي نيم كونتينوز. اوكي باقي معانا ايه؟ باقي معانا اخر واحده اللي هي الويرنج كورس. كنترول سي موديفاي اكتيفيتي نيم كونتينز. اوكي بص يا باشمهندس انا لاحظوا ان انا عملت الخطوه دي مرتين، مره عملتها وبعد كده جيت مدلتها ومره ايه واعملها تاني. طب حضرتك لو عايز ايه؟ لو عايز مش عايز تعمل الخطا اللي انا عملته دي خطا، بنعترف انه خطا، ممكن يكون خطا بسبب ان هي عدم التركيز والكلام ده كله. حضرتك بتوقف عليها كده وتقول انت واقف عليها اهوت، تقول له كوبي تمام، وبتقول له ايه؟ بيست اهو جابها لك تاني اهو. تمام؟ عايز تحذف بقى، يعني مثلا انا عايز نحتفظ دي زي ما هي، انا مثلا ايه كل نتوركس فور اور زون. تمام؟ طيب عايز ايه؟ عايز تحذف وتعمل الحذف اللي انا عملته كده، بتيجي مثلا معلم على دي وشايل العلامه من على ده، بتيجي معلم على دي وتقول له موديفاي احذف لي مثلا ايه؟ احذف لي دوت. تمام؟ تيجي حذفه ديليت اصبح دي معاك. عايز تحذف مثلا، عايز خلاص عملت شغلك بدي، كلام خلصت كله كله ومش عايز اي حاجه للشبكه دي مثلا، يعني تيجي مثلا عملت مثلا تيجي تقول له ايه؟ تاخدها كوبي تاني وتحذف. تمام؟ اهوت مثلا عملت هنا موديفاي وتيجي مثلا تقول له اهوت ايه؟ او ديليت ديليت يس اصبحت، تقول له اوكي وتعلم على اصبح هنا هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الشبكه اللي انت عايزها فقط، شغل الفلتر عايز الشبكه. خلصت مثلا الكيبل لايتنج بوستس ما عادش عايز اي حاجه بيها. يعني انا ما عادش الشبكه دي ما عادش تهمني، خلاص خلصت شغلها، ومع ذلك الفلتر اللي انا محتفظ بيه الاساس اللي هو كل الشبكات مع بعض اهو. تمام؟ خلصت شغلك بيه وقول له ديليت.
او ممكن تقول له ايه دي خاص بالكيبل الله يتم، مثلا تقول له ايه مثلا دي خاص بمثلا السي بي ال سي ال بي كيبل لايتنج بوست، عشان لو عايز تحتاجه تاني يعني خليها كابيتال لادر يعني مثلا كيبل لايتنج بوست. المهم يعني مش لايتنج معاك كابيتال لادر ليه سي ال بي اللي خاص بالكيبل لايتنج بوست. اوكي دي تنسيق اعمال يعني عشان بس ما تحذفش وتعمل زي ما انا عملت اللي انا عملتها دي. نرجع بقى ايه لمرجوعنا تاني ونقول له ابلاي كده شبكه الكهرباء باقي معانا شبكه الايه شبكه الاتصالات شبكه الاتصالات ان شاء الله نخلصها في ربع ساعه دي ونكون ظبطنا ايه كل الشبكات. شبكه الاتصالات اول حاجه هي ممكن تبص على بصه سريعه كده باديه من يناير معلك من التاريخ بس انت بتقول شوف مدتها قد ايه باديه من يناير خلصانه اخر شبكه في الاتصالات خلصانه فبراير يعني 1 فبراير واخده شهر واحد فقط يعني باديه من 1 يناير او من 2 يناير خلصانه 1 فبراير يعني هي واخده شهر واحد فقط. بمعنى حضرتك لو بداته في شهر مثلا احنا عندنا نوفمبر يعني خلاها تبدا يوم 25 نوفمبر مثلا يعني لو بدات 25 نوفمبر هي جايبه ايه جايبه معاك ايه زي الفل معاك ما فيهاش اي مشاكل. تيجي تبص على حاجه كده مثلا احنا عندنا دي خلصانه معايا يا باشمهندسين يا رب يكون الناس مركزه واللي مش فاهم يدوس الاثنين. انا عندي شبكه الاتصالات عشان بس ما انتهش شبكه الاتصالات في الوضع الطبيعي بتبص عليها في الوضع الطبيعي طبعا الشبكه مرتبطه علاقات مع بعضها اهي هي علاقه داخليه مع بعضها بمعنى لو حركت شبكه واحده كلك هيروحوا مع بعض. فمبدئيا هي باديه من 1 يناير من 2 يناير خلصانه اخر شبكه معايا خلصانه كام؟ خلصانه اخر شبكه خلصانه 1 فبراير يعني واخده شهر. واخده شهر. طيب انا بنجيب بالراجع بنجيب بالعمليه عكسيه من الاخر يعني عايز ناخرها بقدر الامكان نشغلها على ليت ستارت زي ما عملنا في شبكه الراي. يبقى اذا هنقول له ان شبكه الاتصالات دي انا هنخليها تبدا يوم مثلا 1 ديسمبر او 2 ديسمبر. تمام؟ او ممكن نخليها مثلا 30 نوفمبر ايا كان يعني. فتيجي باصص كده على اي نشاط او ممكن نخليها تبدا بعد اخر بعد ما نخلص التستم ايه؟ بعد ما نخلص السيستم تيستنج في فيز 2 يعني في زون 3 فيز 2 وزي ما قلت لحضراتكم دي اسمها العلاقه التاخيريه. خدوا بالكم احنا لسه ما ربطناش الحاجات دي لانها مرتبطه بالشبكات. دي اسمها ايه؟ العلاقه التاخيريه. هتيجي حضرتك تقول له ايه بقى؟ هتقول له ان دي طبعا دي خلصانه 2 ديسمبر انا عايز بعدها ايه؟ عايز نبدا الاتصالات اللي هي خاصه بزون 3 فيز 1. هتيجي تقول له اهوت ابدا لي ايه؟ ابدا لي الاتصالات. تمام؟ وتقول له حضرتك اسكادول وهتشوف اخر شبكه في الاتصالات راحت ايه؟ طبعا لسه معانا الويرنج كورس لسه ما اتقفلش لذلك في حاجات لسه مفتوحه اهي. تمام؟ تعالوا بقى نبصوا على الاتصالات كده اخر حاجه في الاتصالات. الاتصالات خلصانه اخر حاجه كام؟ اخر حاجه خلصانه 3 يناير. ماشي مفيش اي مشاكل. خلصانه 3 يناير. حضرتك برضو بتيجي ايه قافلها باللي هيجي بعدها ايه؟ هيجي بعدها الويرنج كورس. تمام؟ وتقول له سكادول اصبحت ايه 24 ده اخرت معانا الاتصالات. لا انا مش عايز الاتصالات ايه تاخر معانا حاجه يعني ده بدت من 19 ممكن نخفض ايه؟ نخفض دي نخليها احنا عندنا دكت اكسكافيشن و وورين تاب باك فيلينج فينا برضو ممكن بقى ايه في الحاله دي شبكه خفيفه اصلا وظريفه ممكن نخفض في دي مثلا ايه بحيث ما تتحولش كريتيكال لان اصلا ايه او ممكن نخليها نشوف اول شبكه فيها مثلا اول شبكه فيها احنا عملناها بتاعت زون 1 احنا خليناها ايه بالسيستم تيستنج اللي هي باديه 2 ديسمبر. ممكن بسيطه خالص ايه النشاط اللي قبلها ممكن تخلي النشاط اللي قبلها اهو خليها ستارت تو ستار ده هي طبعا هي علاقه تاخيريه اصلا مش اكتر مش هتفرق سواء ستارت تو ستار او ستارت تو فينش. قول له سكادول وارجع تاني لاحظ بص يا باشمهندس هو دي بقى ايه اللي احنا بنشتغل عليه.
بدا ايه ما اثرتش معانا، مش كريتيكال هي، ودي اللي انا عايزه انها ما تكونش ايه، ما تكونش كريتيكال. لاحظوا ان احنا الفلوت عمال يتظبط، يعني لاحظ ان الفلوت ايه بيتظبط معانا، اللي طبعا الفلوت بتاعه عالي دي احنا لسه ما اشتغلناهوش. بعد كده يا باشمهندس احنا خلصنا ايه، خلصنا شبكه الاتصالات، باقي معانا الايه الويرنج كورس، شبكه الويرنج كورس. الويرنج كورس بتاعت زون واحد هتبدا بعد ما نكون خلصنا ايه، خلصت الثلاث حاجات، خلصت الاتصالات بتاعتها، وخلصت الكهرباء بتاعتها، وخلصت ممكن الكهرباء. الكيبل لايتنج مش مشكله. ليه الكيبل لايتنج مش مشكله؟ لان الكيبل لايتنج شغاله في الجزيره بتاعت الطريق. ولكن برضو قول ايه، لو انت مش شاكك ومش متاكد من الكلام ده كله، بتقول له بعد ما اكون خلصت الحاجات دي كلها. اذا حضرتك هنربط ايه، هنربط السبراي بثلاث حاجات، اللي طبعا هو ايه، رش السبراي بتاع الويرنج كورس بتاعت ايه فيز واحد زون ثلاث، بنكون حضرتك خلصنا الاعمال الضغطات وحفر الطريق والكلام ده، وحضرتك تكون خلصت اللايتنج مثلا، اعمال الخاصه باللايتنج، وتكون خلصت برضو حضرتك تكون خلصت لي الالكتريكال سيرفيس، شغل الكهرباء في الشوارع، اي حفريات في الشوارع، دفنت والكلام ده كله. تمام، دي اول ايه، اول شبكه، والسكادول اهي هتلاقيها اتحركت مكانها وهنشوفه. وبعد كده برضو تروح على الشبكه الثانيه اللي هي لسه معانا، هي فين الشبكه كده، تقريبا كله اتظبط بقى، بس هتلاقي في نهايه، لو لقيت نهايه مفتوحه تربطها بيها. زون 2 نفس القصه اللي عملناها في زون 2، خد بالك يا باشمهندس، زون 2 اللي هي الويرن تحت بتاعها هيكون ايه؟ هيكون برضو بعد ما نكون خلصنا كل ايه؟ كل الاعمال اللي هي اللي ايه؟ اللي خاصه ب خاصه بالحفر بالكيبل لايتنج والتليكومنيكيشن. الله لسه تسجيل ايه، علشان انا بسجل. ماشي، شكرا. تمام يا باشمهندسين، هنكونوا ايه، هنكونوا خلصنا حضرتك. معلش بس السكيورتي جيل اللي هو الامن بتاع البر. وكونوا هنكونوا خلصنا ايه، خلصت الطبق، خلصت الحفريات اللي هي خاصه بالاتصالات، وخلصت باللايتنج. بس في الشبكات اللي في النص مش مشكله. ليه؟ لان اوريدي انا رابط الشبكات، العلاقات الداخليه مع بعضها، فهي كده كده هتخلص ايه، هتخلص بعضها. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه، ايه النشاط، النشاط اللي اتحرك معانا، ايه النشاط اللي ايه، المشروع انتهى معانا امتى؟ المشروع انتهى معانا فين يا باشمهندسين؟ المشروع انتهى معانا ايه؟ 13 يناير. انا عايزه ايه؟ انا عايز نخفض نخفض لي المشروع انتهى 19 يناير، انا عايز اخفضه ل 13 يناير. انا معايا طبعا، نتاكد مع بعض الوقت 13، 13 يناير. عايز نخفض المده دي. نبدا ممكن بقى ايه؟ يعني في يوم او يومين، في حاجه زي كده. وانا عايز ان في نهايه مفتوحه، خدوا بالكم، هي النهايه المفتوحه اللي هي خاصه ايه؟ اعمال اعمال الكهرباء تكون مفروض تكون حضرتك، مفروض تكون حضرتك ايه؟ مخلص ما يبداش الرش بالسبري والكلام ده كله غير وانت مخلص ايه؟ الاعمال الكهرباء. ودي اللي هتاخر على فكره معانا المشروع كمان شويه اهو. تمام؟ وهتتحول لكريتيكاليتي دلوقتي حالا. قول له سكادول. هي اتحركت معانا ايه؟ اتحركت معانا النت مظبوط يا باشمهندس؟ في رساله بتجيلي بتقول النت ضعيف، هل في مشكله في التسجيل؟ مهندس احمد؟ الصوت تمام يا باشمهندس. الو؟ ايوه يا باشمهندس، الصوت الصوت تمام. ماشي ماشي يا باشمهندس، تمام تمام. هنبدا بقى يا باشمهندسين ايه؟ في المشروع زاد معانا، وصل فين؟ وصل ل الرساله جت تمام، معنى ان افصل العلاقات بين ده كان سؤال قديم. كده المشروع انتهى معانا لكام؟ ل 27 يناير. في انشطه بقى ايه بقى نبدا نشتغل فين بقى؟ نشتغل عليها، نخططها. لاحظ النشاط، الانشطه، ايه الانشطه الحرجه عندي؟ اول نشاط البيدنج الليفلنج. ممكن بقى نخفض في السيستم تيستنج، دي هتجيب شويه معانا، هنخلي دي يومين.
تمام. وطبعا فين هات لي السيستم تيستنج هنا كمان مره، خليها يومين، قول له اسكادول. في حاجه تاني هنا 22 يناير، لا ارجع لي بقى ايه اللي كانت يومين دي بقى ايه، خلاها 4 ايام عادي او 5 ايام. ممكن كمان تخلى ماشي، خليها لان لسه هترجع. خفض لي ايه تاني، الكيبل اللايتنج دي معتمد على العمال ودي درايفنج كريتيكاليتي، خلي لي دي مثلا 8 ايام. طبعا انت بتدرس بقى الحاجات دي، انا عايز بس عشان نقفل على الساحتين فبنشتغل بسرعه يعني، بس هي المفروض تكون تحت دراسه، تكون تحت دراسه بصراحه يعني يا باشمهندسين، يعني في حاجه اللي زي دي ما تستعجلش ويخفض. عايز تخلص بسرعه بس دي طبعا نشاط ما ينفعش انخفاض. تعالى اقف على الريسورس كده ونشوفه، في حاجه في انشطه ما ينفعش تقرب لها زي ما قلت لك، الحفر والنشاط ده هو اللي هو الايه الويرنج كورس. الويرنج كورس اللي هو ليه؟ لان النشاط دي بيعتمد على الرابر كومباكتور، وبيعتمد على ايه كمان يا باشمهندسين، بيعتمد على الاسفلت بيبر اللي هي الايه اللي هي الماكينه بتاعت الاسفلت دي، ما ينفعش تزود عن واحده. تعالوا بقى نبقوا فاتحين الريسورس معانا كده، يعني فاتحين الريسورس كده مع بعض، ونبدا ايه نقلل في المده لحد ما تتحرك. لو بقت مثلا نخلي دي 15 او نخلوها مثلا 15 وعيني على دي، لو اتحركت بقت 2 لا ما ينفعش. تمام اهوت لسه ما زالت ايه، ما زالت 1 حضرتك، انا عمال نجيب في المده ونخفض، وعيني على ايه، وعيني على الاسفلت بيفر والرابر كومباكت. تمام خلي لي دي ايه، خلي لي دي مثلا 12 وقول له جدول الفول كده. انا ايه ظبط، بس قللت بناء على ايه، بناء عيني على دي ما اتحركتش، لو اتحركت بقت 2 لا لازم ترجع وايه لازم طبعا في كسور، لو ظهرنا الكسور ولكن احنا بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها، يعني نقول له يوم ويوم. في طبعا ممكن لو انت عايز تظهر بعد العلامه العشريه بواحد، ممكن اديك 1 و2 والكلام ده كله، بس هي لسه ايه ما زالت قاريه معانا، ايه قاريه معانا 1. طيب كده احنا ظبطنا اخر بقى نشاط حضرتك دي، اخر نشاط بس عشان نبقى قفلنا كل حاجه، اخر نشاط خش لي على الريليشن وتقفله، تقول له ايه البروجكت فينش، بتقفله بالبروجكت فينش. تمام كده احنا قفلنا يا باشمهندسين، كده ايه قفلت حضرتك ال زون فيز 3، واحترمت لما نيجي نفتح مثلا، نفتح مع بعض كده ايه فيز 3 مع بعض ونقول له ابلاي، واحترمت ايه حضرتك، احترمت العلاقات واحترمت واحترمت الكونديشن التعاقديه والكلام ده كله. نفتح المشروع ككل كده، احنا خلصنا المره اللي فاتت خلصنا زون 2، والمره دي خلصنا زون 3. لاحظ ان زون 3 اصبحت هي كريتيكاليتي اهي، تمام اصبحت زون 3 هي الكريتيكال. وخد بالك بقى يا باشمهندس لاجل الامانه العلميه، ان احنا المره اللي فاتت كانت مظبوطه زون 2، زون 2 كانت مظبوطه، كانت ايه كانت مظبوطه على الفلتر على الفلوت ان هو كله اقل من 41. بعد ما بتخلص خالص بتيجي مشيك على الفلوت، ممكن تكون زون 2 زون 3 ضغطت على زون 2 فزودت الفلوت شويه، فتراجع برضو على الفلوت بتاعها بعد ما تكون خلصت. ولكن كده احنا عندنا ايه اصبح ان تمكين المقاول الاولاني في زون 3 كريتيكال اهوت. تمام وظبطنا مع بعض ايه زون 3. ايه المطلوب من حضراتكم بقى؟ مطلوب من حضراتكم هتبداوا تظبطوا لنا تبداوا تظبطوا لنا بقيه الزونات، وهي دي صلب، واتعب فيها يا باشمهندس واظهر لي المشاكل وسجل المشاكل بتاعتك، لان انت ممكن ايه في حاجات انا باخدها كده ايه ساعات بقول لك عليها، وفي حاجات ساعات ممكن تنسى وما اقولكش عليها او يعني عن سوء قصد، فممكن تظهر لك مشكله. لاحظ ان احنا حضرتك ايه الفلوت ما جيناش جنبه في اخر محاضره المره اللي فاتت، قلت لك ايه برضو الفلوت ما جيناش جنبه، والفلوت اتظبط لوحده، يعني مستحيل ما دام انت شغال بالطريقه دي مستحيل الفلوت معاك يزيد، لان انت عمال تضغط المشروع زي ما انت عايز. تمام انت حاسس وعمال تحرك في المشروع زي ما انت عايز. تمام كده يا باشمهندس، كده انا خلصت اللي كنت عايز اقوله النهارده. المطلوب هبعت دلوقتي حالا، هقفل البروما فيرا حاليا دلوقتي حالا وهنبعتها.
يس اه ده انا المفروض اسف ده انا المفروض نطلعها اكس ار فايل دي، يعني ابعتها بعد التسجيل عشان ما ناخر ما نتاخرش، هبعتها للمهندس احمد حسام هيبعتها لكم. هتشتغلوا على زون 4 وزون 3 زون 4 اسف وزون 1 هتظبطوهم لنا وتبعتوهم لنا ان شاء الله ايه المحاضره قبل المحاضره الجايه. تمام يا باشمهندسين، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.